الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بحضراتكم بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان والاستوديو التحليلي لمباراة شباب الأهلي وشباب المقاولين 97. لكن في البداية بنقدم كل التعازي لجماهير الكرة المصرية، لكل القائمين والعاملين في الكرة المصرية في وفاة المعلق الشهير محمد السباعي. محمد السباعي أنا شخصيا عاملته معاملة شخصية من أحسن الناس اللي ممكن تعاملها في حياتك، حتى وهو كان بيعلق على المباريات دايما بيتكلم على اللعيبه بشكل كويس، حتى اللعيب لو ما كانش في يومه ما كانش بيقصوا على اللعيبه. دايما الثروه الحقيقيه للانسان مش هو عايش، بعد ما ماتوا دايما سيرته الطيبه هي اللي بتبقى. رحم الله محمد السباعي واسكنه فسيح جناته. النهارده احنا قدام حدث مهم، حدث مهم هو نقل مباراة شباب الأهلي مواليد 97 وشباب المقاولين. دايما قناة النادي الأهلي سباقة في كل الأحداث اللي بتقدمها لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. بنشكر طبعا كل القائمين وعلى رأس الإدارة في قناة الأهلي الأستاذ خالد توحيد اللي دايما بيدعمنا ودايما بيساندنا في ملعب الأشبال ودايما بيفرد لنا مساحة إن احنا نغطي أخبار الناشئين وأخبار ولادنا في داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. أنا كان ليا تجربة شخصية في نادي بايرن ميونخ، شفت مدى الاهتمام الكبير بكل الناشئين في بايرن ميونخ. الاهتمام ما بيبقاش بالفريق الأول بس، التدعيم والرعاية ما تبقاش للفريق الأول بس. الترتيب الأول النادي الأهلي في المركز الأول لعب 15 مباراة، فوز في 14 مباراة، تعادل في مباراة وحيدة كانت أمام حرس الحدود، خسارة ما فيش. النادي الأهلي أقوى خط هجوم 37 هدف عليه 9 أهداف، يأتي في المركز الأول برصيد 43 نقطة. في المركز الثاني مصر المقصة برضو كله لعب 15 مباراة برصيد 33 نقطة، يأتي الأهلي في المركز الأول بفارق 10 نقاط عن مصر المقصة. بيراميدز في المركز الثالث برصيد 29 نقطة، طلائع الجيش في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، إنبي في حرس الحدود في المركز الخامس. ومعانا دلوقتي برضو بنكمل جدول هنرجع تاني نشوف بالترتيب، هنشوف برضو مع الترتيب. حرس الحدود في المركز الخامس برصيد 27 نقطة، إنبي في المركز السادس. المقاولين العرب النهاردة المباراة هتكون معاه في النادي الأهلي في مدينة نصر في المركز السابع برصيد 23 نقطة، بتروجيت في المركز الثامن، الزمالك في المركز التاسع. ولما نشوف الزمالك في المركز التاسع يعني بنشوف مدى اهتمام النادي الأهلي ومدى التدعيم ومدى الدعم والرعاية النادي الأهلي والسياسة الناجحة اللي شغال عليها مجلس إدارة النادي الأهلي في قطاعات الناشئين مش في الكرة بس، ده في كل الألعاب. مركز التاسع الزمالك برصيد 21 نقطة. هنستكمل برضو بقية الجدول. وادي دجله في المركز العاشر، المركز 11 نجوم اف سي، ال 12 الاسماعيلي، ال 13 سموحه، 14 الاتحاد، الجونه في المركز ال 15، الانتاج الحربي في المركز 16، 17 المصري، واخيرا في المركز الاخير 18 الداخليه. ده ترتيب فرق دوري الجمهوريه مواليد 97. هنشوف موقف الفريقين قبل مباراه النهارده في الجدول. الاهلي في المركز الاول لعب 15 مباراة، فوز في 14، تعادل زي ما قلنا حضراتكم مباراة حرس الحدود اللي كان فيها تعادل وحيد، مفيش خسارة. في المركز الأول برصيد 43 نقطة. المقاولين العرب النهاردة في المركز السابع برصيد 23 نقطة. ده موقف الفريقين في الجدول. هنشوف إحصائيات وأرقام النادي الأهلي. النادي الأهلي لعب 15 مباراة، فاز في 14، تعادل في مباراة وحيدة، أهداف 37 هدف، ليه عليه 9 أهداف. أكبر فوز هنشوفه مع وادي دجلة كان نتيجة 6-1، وافتتاحية الدوري كانت أمام الإسماعيلي بنتيجة 5-1. دي أكبر نتائج فوز للنادي الأهلي في دوري الشباب، وادي دجلة والإسماعيلي. إحصائيات وأرقام نادي المقاولين العرب.
مقاولين العرب برضو لعب نفس عدد مباريات النادي الاهلي، هي 15 مباراه، فاز في 7 مباريات، تعادل في ماتشين، هزيمه في 6 ماتشات، عليه اهداف ليه 29 هدف واهداف عليه 20 هدف. دي كانت احصائيات وارقام نادي المقاولين العرب. مشوار الاهلي بقى في بطوله دوري الجمهوريه هنستعرض مع حضراتكم المشوار من اول المباريات. الاهلي واجه الاسماعيلي في اول اسبوع فاز 5-1، الاهلي ضد المصري بورسعيدي فاز الاهلي 3-1، الاهلي على وادي دجله ودي كانت اكبر نتيجه فوز نتيجه 6-1، الاهلي وحرس الحدود والتعادل الوحيد على ملعب الماكس، والملعب كان ليه ظروف خاصه ان الملعب نجيل صناعي فكان جه من هنا التعادل امام حرس الحدود. الاهلي والانتاج الحربي فوز الاهلي 4-1، الاهلي والداخليه 3-0 الاهلي، الاهلي والجونه دي اللي احنا زعناها وكنا مع حضراتكم على شاشه قناه الاهلي كانت 1-0 للاهلي، الاهلي وبيراميدز 2-1 وكانت مباراه قويه جدا الاهلي وبيراميدز. هنستكمل برضو مع حضراتكم مشوار المباريات. الاهلي وبتروجيت فوز الاهلي 2-1، الاهلي والاتحاد 3-1 الاهلي، الاهلي ومصر مقصه 1-0 وده كان برضو في الثواني الاخيره، الاهلي والنجوم 2-1 وفوز الاهلي على النجوم، الاهلي وانبي 2-0 وبرده كانت مباراه الاهلي وانبي كانت مباراه مثيره حقق فيها الفوز النادي الاهلي في الثواني الاخيره في الدقيقه 91 وفي الدقيقه 93. الاهلي وطلائع الجيش فوز الاهلي 2-1، الاهلي وسموحه دي المباراه الاخيره كانت في اسكندريه وبرده فاز فيها النادي الاهلي في الدقيقه 97 عن طريق لاعبنا الوافد الجديد عمار حمدي. عمار حمدي يعني من اللعيبه ان شاء الله اللي بتجهز في قطاع الناشئين، اول ما هياخد فرصه مع الفريق الاول انتظروا برده عمار حمدي. الحلو في دوري الشباب انه على مستوى الجمهوريه دايما بتلاقي فرق الدوري الممتاز. الحاجه الثانيه في لائحه، اللائحه بتقول ان ممكن 3 من الفريق الاول بيجهزوا مع فريق الشباب. شفنا احنا النادي الاهلي في الماتشات الاخيره مؤمن زكريا كان بينزل ويشارك عشان ما كانش متسجل في القائمة الأفريقية وكان بيجهز، أو كانت فرصه قليلة شوية في اللعب كان بينزل ويجهز، أحمد الشيخ في وقت من الأوقات كان بينزل وكان بيقدم ماتشات رائعة وجهز وما شاء الله دلوقتي شغال بشكل كويس جدا مع الفريق الأول، برضه محمد شريف، عندنا الجزار، عندنا أسماء كتير. ففرصة إن دوري الشباب زي ما أنت بتفرز عناصر بتقدمها لكل جماهير الكرة المصرية وبتقدمها للفريق الأول، برضه عندك إنك أنت ممكن تجهز لعيب ممكن راجع من إصابة من الفريق الأول إنك تجهزه تحت في دوري الشباب. هنشوف برضو مع حضراتكم دلوقتي هنستعرض مشوار المقاولين العرب في بطوله دوري الجمهوريه. المقاولين العرب اول مباراه كانت مع وادي دجله فوز المقاولين العرب 3-0، المقاولين العرب والمصري بورسعيدي فوز المقاولين 3-1، المقاولين وبيراميدز فوز المقاولين 3-2، المقاولين العرب والجونه فوز المقاولين 3-0، المقاولين العرب وسموحه 1-0 فوز المقاولين، المقاولين وحرس الحدود 4-0، المقاولين والداخليه 2-0، المقاولين والنجوم تعادل الايجابي 2-2. هنستكمل برضو مع حضراتكم مشوار المقاولين في الماتشات. عندنا المقاولين العرب والانتاج الحربي والتعادل الايجابي 1-1، المقاولين وانبي فوز انبي 2-0، المقاولين والاتحاد وفوز الاتحاد 2-1، المقاولين ومصر المقصه وفوز مصر المقصه 1-0، المقاولين العرب والاسماعيلي فوز الاسماعيلي 4-2، المقاولين والزمالك وفوز الزمالك 3-2، المقاولين وطلائع الجيش وفوز طلائع الجيش 2-1. ده مشوار المقاولين العرب في بطوله دوري الجمهوريه. برضو المقاولين من القطاعات الناشئين القويه اللي دايما بيبقى منافس قوي في دوري الجمهوريه وفي دوري المنطقه، دايما بيضم عناصر مميزه على كل الاعمار. طبعا عندنا نجمنا العالمي محمد صلاح اللي بنتباهى دايما فيه في كل حته، خارج طبعا من قطاع الناشئين بالمقاولين العرب. هنستكمل برضو مع حضراتكم دلوقتي هدافه النادي الاهلي، هدافه النادي الاهلي اللاعب يوسف علاء 4 اهداف. وانتظروا اسم يوسف علاء، يوسف علاء انا شخصيا مرنته داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي من سنتين، من اللعيبه ما شاء الله مميزه سلوكيا، مميزه فنيا، كان الفتره اللي فاتت بس يعني جاله فيروس والحمد لله النهارده تعافى ورجع الملعب مره ثانيه، كان موجود وشارك في مباراه سموحه الاخيره خد 15 دقيقه وزي ما احنا شايفين دي اهداف يوسف علاء. النهارده ان شاء الله يعني موجود، ممكن يكون موجود من بدايه المباراه وهنعرف التشكيل مع حضراتكم، لكن يوسف علاء يعني انا دايما براهن على يوسف علاء، من اللعيبه المميزه جدا اللي انا بحبها على المستوى الشخصي، عنده مهارات عاليه جدا، هي بس فرصه مع الفريق الاول ان شاء الله هنشوف يوسف علاء يعني مع الفريق الاول.
هنستكمل دلوقتي مع حضراتكم بقيه هدافي فريق النادي الاهلي. احنا اتكلمنا عن يوسف علاء، هنشوف احنا خدنا الاول يوسف علاء عندنا احرز اربع اهداف. هنشوف دلوقتي مع حضراتكم على الشاشه يوسف علاء اربع اهداف. احمد ياسر ريان النهارده الغائب، هيكون مش هيكون موجود في مباراه النهارده، ان احمد ياسر ريان خد ثلاث انذارات، كان الانذار الاخير في مباراه سموحه الاخيره، فهو النهارده هيغيب عن اللقاء احمد ياسر ريان. وطبعا برضه احمد ياسر ريان اللعيبه المميزه ان شاء الله، يعني برضه لو خد فرصه مع الفريق الاول فرصه حقيقيه هيثبت اقدامه. كريم يحيى اربع اهداف، والحلو في كريم يحيى ان هو باك رايت، لكن باك رايت عصري، دايما عنده الكره الهجوميه الحلوه، دايما برضه بيجيب في الكرات الثابته، هو ما بيلعبش الكره الثابته لكن بيدخل يشتغل بدماغه، فبرضه مميز في الحته دي. فجت اهداف كريم يحيى من الحته دي ان هو عنده اربع اهداف. عندنا الوافد الجديد عمار حمدي اللي انا دايما براهن عليه داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وبقول لكل جماهير النادي الاهلي انتظروا عمار حمدي، عنده ثلاث اهداف. عندنا برضه يوسف الجبالي الوافد الجديد من الشمس ثلاث اهداف، وهشام شعبان برضه النهارده اللي هيكون غايب بسبب انه عمل عمليه فتق ايربي ثلاث اهداف، هم دول هدافوا النادي الاهلي. هنشوف برضه هداف المقاولين العرب، هداف احنا دول هداف المقاولين العرب اللاعب ابو النصر حلمي، سبع اهداف من المقاولين العرب، ده هداف المقاولين العرب. وعايز اشوف برضو مع حضراتكم اللي صنعوا اهداف في النادي الاهلي، مين اللعيبه اللي صنعت اهداف، عايز استعرضهم برضو بالاسماء على الشاشه مع مخرجنا المميز محمد دكروري. هنشوف صانعوا الاهداف، عندنا اللاعب كريم يحيى الباك رايت اللي انا قلت لحضراتكم عليه، ويعني ودايما تذكروا اسم كريم يحيى، كريم يحيى من اللعيبه المميزه في الباك رايت. كان عندنا مشكله الفتره اللي فاتت في الباك رايت باصابه احمد فتحي واصابه محمد هاني، وكان برضو باسم علي يعني كان مصاب، فلو خد فرصه فعلا حقيقيه كريم يحيى ان شاء الله هيكون موجود. وهي دي لقطات لكريم يحيى ابننا يعني مواليد 98. ده كريم يحيى، دي كرات عرضية دايما هو بيمتاز بيها، بيروحوا دايما بيعملها لواحد. هنا الهدف ده برضو هنشوفه لكريم يحيى. كريم يحيى النقط اللي انا بقول لحضراتكم عليها ان هو دايما بيمتاز بضربات الرأس، بيستخدمه دايما الكابتن عادل عبد الرحمن في الكرات العرضية. هنا برضو هو بيعمل كرة عرضية لأحمد ياسر ريان، فهو بيمتاز انه بيعمل كرة عرضية كويسة للمهاجم، وتاني حاجة انه بيستخدمه كابتن عادل الرحمن اللي حقق اهداف كتيرة السنة دي في دوري الشباب عن طريق الكرات الثابتة. عايز اكمل بعد كده صانعوا الاهداف، لو سمحتوا نكمل صانعوا الاهداف، احنا اتكلمنا عن كريم يحيى. هنشوف بقية اللعيبة دلوقتي مع حضراتكم، علشان يعني لازم ندي اللعيبة دي حقها، ولازم نعرف كل جمهور النادي الاهلي بمستقبل النادي الاهلي. كريم يحيى، محمد فخري برضو الوافد الجديد من غزل المحلة، خمس اهداف. محمد فخري من اللعيبه برضو ما شاء الله عليه، حاجه يعني برضو يعني منضم حديثا ان شاء الله برضو نشوفه مع الفريق الاول. مصطفى عزت اربع اهداف، واحمد حاتم الباك رايت صنع اربع اهداف، ومحمد نصير لاعب وسط الملعب المدافع ثلاث اهداف. هنروح دلوقتي لمراسلنا شريف شعبان من ارض الملعب، اتفضل يا شريف. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، تحياتي لكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. الاول تعزينا للاعلام الكبير طبعا الكابتن محمد السباعي الصديق العزيز الصديق الغالي، يمكن نسال الله ان نساله فسيح جناته وثبته عن السؤال. ربنا يرحمه يا رب، كان من الناس المحترمين اللي اثروا فينا كلنا كاعلاميين في الوسط الرياضي المصري. خليني اقول لك النهارده يمكن قناه الاهلي بتنفرد كالعاده بنقل دوري جمهوريه مواليد 97، يمكن الشاشه الوحيده يمكن في الوطن العربي اللي بتنقل دوري الشباب. مباراة اليوم الاهلي والمقاولين العرب الاسبوع ال 16، الاهلي لعب فعلا 15 مباراة، فاز في 14 وتعادل في مباراة ومفيش الحمد لله اي هزيمة. يمكن اقوى خط هجوم 37 هدف، واقوى خط دفاع 9 اهداف. المقاولين العرب فاز في 7 وتعادل في 2 وهزيمة في 6. المباراة القادمة مع الزمالك يوم السبت القادم. حبيت اقول لك التشكيل النادي الاهلي هيبدا بعد قليل، في حراسة المرمى مصطفى شوبير، امامه 4 من اليمين كريم يحيى رقم 45، محمد عبد المنعم رقم 66، مصطفى فرماوي رقم 6، احمد حاتم رقم 22، اثنين في وسط الملعب، محمد نصير رقم 77، مصطفى عزت رقم 11، امامه
3، عمار حمدي 32، محمد فخري 43، يوسف علاء رقم 10، مصطفى صبحي رقم 7. يمكن بدلاء النادي الاهلي اليوم احمد طارق سليمان، ميشو عمر، يوسف الجبالي، فهد جمعه، صلاح اوتاكا، مصطفى الياس، واحمد خالد. حكام اليوم الكابتن وسام عزب حجاج حكم ساحه، 2 مساعدين، محمد فاروق مساعد اول، واحمد عبد الغني مساعد ثاني. يمكن تشكيل فريق المقاولون العرب اليوم، محمد أشرف في حراسة المرمى، أمامه 4، عبد الرحمن مصطفى رقم 24، محمد مجدي رقم 5، هشام يحيى رقم 20، مصطفى سكلاتشي رقم 3 في وسط الملعب، محمد السيد رقم 6، إيهاب عبد المقصود رقم 4، محمد مرسي رقم 2، أمامه 2، مختار سليمان 34، يوسف الجوهري رقم 7، أبو النصر حلمي رقم 18. في البدلاء إسلام عمار، محمد عاطف، محمود سعيد، صلاح فتحي، محمد هاني، محمد خالد، اسلام طه. يمكن الان الكابتن عادل مصطفى طبعا المدير الفني للنادي الاهلي المدرب الكبير في محاضره مع اللاعبين. المباراه هتبدا يعني يمكن اقل او يمكن لسه قدامنا 40 دقيقه، نتمنى باذن الله الفوز النادي الاهلي وتكمله مشواره والفوز ببطوله الدوري. كابتن اسامه اتفضل. الكابتن عادل عبد الرحمن هو المدير الفني. شوف، بنشكر مراسلنا الشريف شعبان على التغطيه المميزه، وزي ما بقول دايما النادي الاهلي هو السباق، دايما النادي الاهلي هو ليه الحصريات على شاشه قناه النادي الاهلي ان احنا ننقل حدث مهم النهارده، فده حاجه مهمه جدا في الاعلام الرياضي. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي النهارده وشباب النادي الاهلي انهم يحققوا نتيجه ان شاء الله الفوز ويواصلوا مسيره التالق. بعد قليل هستقبل ضيوفي كابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال. لاعبي النادي الاهلي للكوره، شوف الكوره.
بجدد التحيه لحضراتكم مره ثانيه، وبرحب بضيوف النهارده كابتن محمد حشيش اللي مشرفنا ومنورنا. ازيك يا كابتن حشيش؟ صباح الخير يا استاذ، ازيك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام، شرفنا ومنورنا، ربنا يخليك نورك. وارحب بضيفي كابتن احمد جوال. ازيك يا كابتن بلال؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، اخبارك انت ايه؟ تمام الحمد لله، كله تمام 100 100. مبدع ومتالق يا استاذ، بيكوا طبعا النهارده ان شاء الله تكتمل ان شاء الله، يعني اليوم يبقى حلو ان شاء الله بمباراه الاول شباب الاهلي ان شاء الله، بعد كده ان شاء الله بالفريق الاول النهارده اللي هيواجه الداخليه، نتمنى له ان شاء الله الفوز النهارده. كابتن حشيش، شايف ان احنا قدام حدث قناه النادي الاهلي بتكرره للمره الثانيه، كنتوا طبعا انتوا ضيوفي في اليوم دوت، كان الاهلي وجونه، النهارده احنا بنكرر التجربه شباب الاهلي وشباب المقاولين، شايف الكلام ده ازاي؟ الحقيقه تجربه يعني جديده من نوعها وجميله. ردود الافعال بعد الاستوديو الاولاني كان كويس قوي، ناس كتير اتكلمت لما احنا يعني حصل توقف شويه نتيجه الظروف الفريق الاول وكده، الناس كانت دايما تسال هتبتدوا تاني امتى؟ تمام. فردود الافعال دي مهمه جدا بالنسبه طبعا للاستوديو وليك في المقام الاول. ان شاء الله باذن الله نتمنى ان الاستوديو ده يستمر، لانه بيدي دفعه كبيره قوي للاجبال وللفرق طبعا اللي بتشوف نفسها زي اللعيبه الكبيره في الاستوديوهات التحليليه، كذلك برضو اولياء الامور المتابعه بيتابعوا اولادهم وهم لسه في الاجبال قبل ما يطلعوا الفرقه الكبيره. فنتمنى ان شاء الله باذن الله ان دايما يبقى في استوديوهات كده، ويعني ونلتقي دايما على خير يعني ان شاء الله. كابتن بلال، شايف التجربه دي يعني خاصه ان لو احنا اتكلمنا على القناه الوحيده اللي بتفرد مساحه للشباب والناشئين هي قناه النادي الاهلي، ممكن قناه تانية تقدم برنامج، بس النهارده انك انت توقف قدام حدث مهم زي ده، النهارده انك بتنقل مباراه على الهواء مباشره على شاشه القناه الاهلي، شايف الحدث ده ازاي؟ لا بص، حدث فريد من نوعه يعني، قناه، وده ما يميز النادي الاهلي دايما في كل مكان، يعني يميز النادي الاهلي في كل مكان هو دايما هو اللي سباق بالاحداث الجميله والجريئه. يمكن ده حدث كبير جدا زي ما قال كابتن حشيش، انت النهارده بتدي فرصه لكل الاشبال اللي موجودين عندك، بتقول لهم يا جماعه فرصه حتى للي عايز يلعب في الفريق الاول يثبت نفسه النهارده. ممكن المدير الفني ما يقدرش ان هو يجي يتفرج عليك، لكن انت النهارده من خلال ماتش مذاع زي كده النهارده فرصه كبيره جدا للمديرين الفنيين ان هم يتفرجوا عليك، عليك سبوت النهارده بشكل كبير، الناس تتفرج عليك، الناس تقدر تقيمك بشكل كويس جدا، فرصه لكل الناس ان هي تعرف ان قناه النادي الاهلي بتغطي اشبال النادي الاهلي. ده مدلول اهتمام من النادي الاهلي بالناشئين بتوعه، اهتمام النادي الاهلي الفتره اللي جايه. احنا كنا بنعاني الفترات السابقه من ان احنا ما عندناش ناشئين، ما بنغيرش، يمكن الاربع سنوات اللي فاتت عمالين نتكلم يا جماعه ما فيش ناشئين في النادي الاهلي، ما فيش سبوت عليها، فالنهارده لما يجي سبوت على ناشئين النادي الاهلي ده معناه ان احنا خلاص النادي الاهلي بيخطو خطوات ايجابيه بشكل كبير جدا في الحته دي، الحته المطلوبه بشكل كبير جدا. كل واحد، انا وانت كابتن حشيش، كلنا خرجنا من قطاع الناشئين تمام، بس ما كانش في زمان سبوت موجود علينا، كنا بنلعب قدام الفريق الاول وكان في ناس بتقول، لكن النهارده فرصه كبيره جدا بالنسبه لكل اللاعبين انه خلاص يثبت نفسه، انه يحط جوده. حتى كمان اللي لم يوفقه الحظ او لم يسعفه الحظ من اللاعبين ممكن بالنسبه له تبقى عمليه تسويقيه كبيره جدا. صح جدا مزبوط. بدل ما تبص على فرقه بتلعب في الدرجه الثانيه او فريق قليل، لا النهارده ممكن حد يتفرج عليك من اوروبا، النهارده ممكن الماتشات اللي احنا بنتفرج عليها دي لو في ايجنتس بيتفرج عليها لا يبص ويشوف ويتابع، لا انا ممكن يبقى اللعيب عنده فرصه كمان مش ينتقل بس للدوري المصري لا قدر الله ومش بيلعب في النادي الاهلي، لا ممكن ينتقل لاوروبا. فحدث وانت يعني بتتكلم يا كابتن بلال معانا لقطات دي حصريه لينا برضو، دي كانت مباراه الاهلي والسموحه الاخيره اللي انتهت بفوز النادي الاهلي في الثواني الاخيره في الدقيقه 97 عن طريق عمار حمدي، معانا لقطات من المباراه وانت بتتكلم، اتفضل. طبعا. فالنهارده كون ان انت كنادي اهلي بتغطي المباريات الناشئين طبعا، وحدث فريد من نوعه وحدث جديد على الساحه المصريه انفردت بيها قناه النادي الاهلي، ده معناه يا كابتن ان انت خلاص ابتديت بتقول انا براقب الناشئين بتوعي. صحيح. انا بحط عيني على الناشئين بتوعي، انا بقيم الناشئين اللي موجودين عندي. صحيح. يمكن في اسماء موجوده يمكن قدامي، مثلا في لعيبه انا شفتها يمكن الماتش اللي فات، وفي لعيبه سمعت عنها، وفي لعيبه هنتفرج عليها برده النهارده، ممكن كل مباراه ورا الثانيه يثبت او تثبت اللعيبه اللي موجوده انها جديره تكون موجوده في شاف الصده دي. شاف الصده دي بتاعت مصطفى الشوبير في المباراه اللي فاتت. برضه مصطفى الشوبير بيواصل يعني سلسله التالق بتاعه ما شاء الله لحارس واعي. ده كان في سموحه في اسكندريه. انتهت بقول لك بفوز النادي الاهلي في الثواني الاخيره عن طريق عمار حمدي، على ما اعتقد ده الهدف يا كابتن حشيش. بص عمار حمدي في الدقيقه 97، دايما النادي الاهلي بلس 90 حتى في الناشئين. طبعا. عشان بص الهدف عمار حمدي جاي في، ودي يا اسامه روح الفانيلا الحمراء اللي هي بتتولد مع
شبل النادي الاهلي. تمام. يعني ما بقولش الموضوع ده قاصر على الفرق الكبيره ان انت بتكسب في الدقايق الاخيره او في الوقت الاضافي، لا ده اصرار اللعيبه من الصغر حتى عندهم الاصرار والروح والعزيمه ان هو لغايه اخر لحظه يكسب. احنا شايفين الفرقه بالتحديد السنه دي ال 97 عامله طفره بصراحه وارقام قياسيه، يعني 15 مباراه 14 مكسب ومباراه واحده تعادل بدون اي هزيمه، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع. حاجه جميله جدا، برغم ان يعني الكابتن عادل عبد الرحمن طبعا بوجه له تحيه من الاستوديو، دايما في كلامه يقول لك انا مش جاي عشان بطوله. صح. الاهم من البطوله ان انا اطلع لعيبه للفريق الاول. شفنا احنا الفتره الاخرانيه الارقام طبعا الكبيره بتاع اللعيبه المحترفه والفلوس زادت بشكل كبير قوي. لعيبه النادي الاهلي خلال الفتره القديمه اسامه بيسيبوا النادي الاهلي وبيروح انديه ثانيه وبيرجع النادي الاهلي يشتريهم بارقام كبيره، وهم اولاد النادي الاهلي متربيين في النادي الاهلي، مبادئ النادي الاهلي، روح النادي الاهلي، الصفات الاراديه اللي جواهم اللي بيكتسبها من وجوده في النادي الاهلي، بيروح للاسف نادي ثاني وبترجع النادي الاهلي يشتريه. طب احنا ليه ما نركزش في الفتره الاخرانيه دي بقى على، وده الحقيقه الحمد لله يعني من اجازه مجلس الاداره الحالي. تمام. ان هو اولا اختار مدرب على مستوى عالي جدا، اساسا كان بيدرب فريق اول ينزل يدرب الفريق اللي تحت الفريق الاول، ودي حاجه كويسه طبعا. جاب كابتن عبد الرحمن، شايفين تاثيره السنه دي على الفريق ونتائجه وتاثيره على نوعيه اللعيبه كمان اللي بتطلع للدرجه الاولى. حاجه كويسه جدا جدا من الاداره انها تهتم بالموضوع ده عشان يرجع قطاع الناشئين يغذي الفريق الاول زي العهود السابقه من السبعينات والثمانينات. كنت دايما تقريبا غالبا معظم كل مقطع الناشئين باستثناء مثلا او واحد او اثنين بيجي حاجه طفره اللي هو جاي منتخب مصر. لو خلي بالك جماهير النادي الاهلي في الوقت ده عارفه كل اللعيبه اللي عندها اللي خارجه من قطاع الناشئين. صحيح. حتى الناس عارفه مين المميز ومين صح اللي واعد ومين اللي ممكن يعني. بلال يا اسامه قال كلمه يعني جميله جدا وانا يعني هسترسل فيها، مهمه قوي فعلا، انك انت كده بتسوق للعيبه بتاعتك، لان تمام. انت قوام الفرقه ال 25 30 واحد مش معقوله كلهم يلعبوا درجه اولى، مش هتطلع 11 منهم هتطلع طلع يا عراض طلع يعني ال 11 بتوع اللي بيلعبوا حتى اساسيين من تحت مش هتطلعهم كلهم. تمام. حتى وان كانوا افضل يعني حتى لو كان مستواهم عالي جدا هتطلع اللي محتاجه يعني. صح. في اماكن يعني انت وانت بتختار للدرجه الاولى ممكن يبقى لعيب كويس قوي تحت. صحيح. بس ما يلعبش معاك عنده المكان ده فوق في الدرجه الاولى في زحمه المكان ده الحته دي. صحيح. النهارده فرصه بالنسبه للعيب كمان ان هو يكتشف نفسه. صحيح. يعبر عن نفسه، يسوق نفسه. يسوق نفسه بالظبط. النهارده انت ما القصه النهارده المباراه منقوله على الهواء، في مدربين بيتفرجوا، اكيد النهارده هتلاقي مدربين من الدرجه الاولى بيتفرجوا في الفرقه الثانيه، واحنا داخلين على يناير هتلاقي لعيبه مطلوبه تلعب تروح اعارات في شهر. صح. يناير هتلاقي لعيبه مطلوبه السنه الجايه تروح تلعب اعارات حتى او بيع وشراء لفتره ما في الفرقه الثانيه. صح. فكون ان انت النهارده ما طلعتش تلعب في الدرجه الاولى في الاهلي ده مش معناه انت سيء، خد بالك ده اسامه، مش معناه انت سيء، مش لعيب وحش. لا طبعا. ممكن يكون المكان اللي يعني النهارده مثلا لما اجي اختار في مكان ال مثلا الـ تحت الفاروي ممكن يكون عندي لعيب النهارده قوي جدا بس خلاص الزحمه عندي جدا. صحيح. فما اقدرش. دي معانا محاضره المباراه دلوقتي. شباب الاهلي وشباب المولين دي على الهوا دلوقتي. دي على الهوا. كابتن عادل عبد الرحمن دايما طريقه واسلوب الكابتن عادل ان بيحفظ الولاد دايما كمان بالفيديو. بيجيب لهم اللقطات بتاعت المباريات اللي فاتت ويقطعها ويبدا يوري كل لاعب عنده السلبيات والايجابيات وبيشتغل عليه، وده اسلوب طبعا علمي من الكابتن عادل عبد الرحمن. انت عارف يا اسامه برضو يعني لازم اذكر حاجه كويسه، انت في حلقه من الحلقات بتاعتك بتاع الاشبال استضفت لعيبه 97 بيتكلموا على المدرب بتاعه. صح. مزبوط. ايه مدى الحب اللي انا شايفه او حاله الحب اللي بينهم وبين عادل عبد الرحمن؟ عامل قصه كبيره يا بلال، بحيث ان انت فعلا تبقى يعني فرحان وانت قاعد تتفرج ان اللعيبه كده بتتكلم على المدرب بتاعها قبل الفنيات. العلاقه اللي بينه وبين اللعيبه، ودي اهم في المرحله دي، لان المرحله دي مرحله فارقه ما بين الاشبال خلاص بتسيب بقى قطاع الناشئين وبتطلع على الدرجه الاولى، فمهم قوي انك تاهل اللعيب وشخصيته تاهله للدرجه الاولى. فهو عادل مهتم بالحته دي ومركز قوي على عامل النفسي. لو بيشتغل نفسي كمان مرفوع عليك نفسيا بشكل جامد بشكل مميز، فدي حاجه بصراحه بتكمل وشايفين اثرها على نتائج الفرقه يعني.
هنشوف دلوقتي مع حضراتكم تشكيل فريق النادي الاهلي النهارده اللي هيخوض مباراه المقاولين، وبرده معانا هيكون برده تشكيل المقاولين هنستعرضه مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه. هنشوف دلوقتي تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى مصطفى شوبير، خط الظهر من ورا كريم يحيى باك رايت، اثنين مساكين مصطفى فرماوي ومحمد عبد المنعم، باك ليفت احمد حاتم، عندنا محمد نصير، عندنا مصطفى عزت، في عمار حمدي، يوسف علاء، مصطفى صبحي، وفي الهجوم محمد فخري. محمد فخري النهارده هو مش مركزه المهاجم، لكن لغياب احمد ياسر ريان خد ثلاث انذارات، فالنهارده الكابتن عادل عبد الرحمن وظف محمد فخري مهاجم. هنشوف برضو مع حضراتكم تشكيل المقاولين العرب، شباب المقاولين 97، في حراسه المرمى محمد اشرف، خط الظهر من اليمين عبد الرحمن مصطفى، محمد مجدي، هشام يحيى، ومصطفى سكلاتش، مصطفى بدر اسم الشهره بتاعه سكلاتش، محمد مرسي، ومحمد السيد، وهاب عبد المقصود، مختار سليمان، وابو النصر حلمي، ويوسف الجهري. ده تشكيل المقاولين العرب. استعرضنا مع حضراتكم تشكيل الاهلي وتشكيل المقاولين. هنروح دلوقتي لملعب اللقاء مع مراسلنا شريف شعبان. اتفضل يا شريف. اتفضل يا شريف. كابتن اسامه، تحيتي طبعا لضيوفك الكرام الكابتن حشيش والكابتن بلال ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، مع المدير الفني للنادي الاهلي الكابتن الكبير كابتن عادل عبد الرحمن. نقول لك اهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وتحيه كابتن اسامه حسني لحضرتك والكابتن حشيش والكابتن بلال. اولا برحب بيك وبرحب بالكابتن اسامه والكابتن حشيش والكابتن بلال، وتعازينا في فقدان صديقنا العزيز محمد السباعي، خسارة كبيرة للإعلام المصري، وإن شاء الله في فسيح جناته إن شاء الله يا رب بإذن الله. كابتن عادل بقى، يمكن مواجهة قوية، يمكن ما شاء الله نمسك الخشب، لعبت 15 مباراة فزت 14 وتعادلت مباراة، النهاردة المقاولين العرب فرقة قوية، النادي الأهلي على طول بيلعب على المركز الأول، بيلعب على البطولة. النهارده قناه النادي الاهلي كالعاده بتذيع مباريات الشباب كلها على الهواء مباشره بسيديو تحليلي يمكن ما حصلتش في الوطن العربي، كل الامكانيات كل الدعم من مجلس الاداره لفريق شباب النادي الاهلي، شايف المباراه ازاي ومع خصم كبير ومرين العرب وطبعا ومن اقوى قطاعات الناشئين في مصر؟ اكيد طبعا، اولا انا بقول ان اللي بيحصل من قناه النادي الاهلي ده حدث المفترض ان هو اول حدث، احنا سباقين دايما وبتكلم فيه، احنا دايما سباقين في كل حاجه كويسه بتتعمل. لما يتعمل استوديو تحليلي بنجوم كبار كابتن اسامه حسني وكابتن حشيش وكابتن بلال لتقييم فرقه من فرق النادي اللي هي فرقه الشباب امل النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه قوي. اما بالنسبه للمباراه، يعني انت عارف ان الحمد لله الفرقه ماشيه بصوره جيده، لكن الافضل من النتائج، واللي احنا ما بنلعبش على نتائج اكتر من ان احنا الايام اللي فاتت كلها بنعمل تيم امل للنادي الاهلي، ويمكن انا بعتبره في زمان كان النادي الاهلي عمل تيم الامل اللي هو لتدعيم الفريق الاول. احنا بصينا على ان احنا نكون طول الوقت لعيبتنا صغيرين في السن، يعني يمكن عندي في السكور وبيلعبوا دايما لعيبه من مواليد 99، لعيبه من 2000، لعيبه من 2001، لان هم المستقبل، لعيبه 97 اللي متواجدين، ولكن في ناس هيبقى عندها 3 4 سنين لسه في النادي الاهلي، فبنعمل تيم امل جديد، ولعيبه 97 على اعلى مستوى، علشان كده اداء النهارده فرقه المقاولين فرقه من الفرق الكبيره، يمكن عملت طفره في اخر 5 ماتشات كسبتها كلها وعملت نتائج مميزه، وهم كمان نزلوا لعيبه كانت بتلعب في الفريق الاول. يمكن احنا النهارده الاحتياج الفريق الاول للاعيبته كلها، احنا ما بنبصش على الحته دي، احنا بالعكس احنا عايزين نطلع لهم ما ناخدش منهم. انا دايما طول الوقت بقول ان احنا طول ما انا اديهم افضل من ان ناخد منهم، ولكن ناخد منهم لاهدافهم اللي هي اللي عايزين يعملوها، تجهيز لاعب هيلعب مباراه جايه اجهزه. فالفرقه دي معموله مش عشان النتائج بس فقط، معموله لخدمه الفريق الاول، والحمد لله ماشيين بصوره كويسه، والولاد ادوا اداء كويس، وان شاء الله النهارده يعملوا ماتش كويس. اهم حاجه الروح تبقى عاليه، اهم حاجه يمثلوا النادي الاهلي بشكل جيد، يطمنوا الناس
كلها ان في صف تاني للنادي الاهلي مع اللعيبه النجوم الكبار اللي في الفريق الاول. النهارده ما فيش تدعيمات من الفريق الاول، ثلاث لاعبين ما عندكش حد النهارده خالص، يمكن بتعتمد على الشباب بس. ما هو طول الوقت انا بعتمد على الشباب، احنا اللعيبه اللي جايه بنشتغل معاهم بالصفه التحضيريه، يعني احنا ما بنطلبش منهم حتى الا نحضرهم للفريق الاول، لكن الصفه الاساسيه والتكتيكيه احنا بنشتغل باللعيبه دي علشان تقدر تبقى تواكب لعب النادي الاهلي الفريق الاول. لازم تعرف ان احنا كمان طريقه اللعب، انا دايما ببص على طريقه لعب الفريق الاول بشتغل زيها بالظبط، علشان لو لاعب طلع يبقى مندمج مع لعيبة الفريق الأول، وكل الصفات اللي هي في الفريق الأول بتاعة النادي الأهلي من تحضيرات ومن إداريات للاعب احنا بندوس عليها كويس عشان اللاعب يطلع لعيب متميز فنيا، متميز أخلاقيا، منضبط إداريا، عشان النادي الأهلي بيتطلب في لاعب كرة القدم اللي يتواجد عنده سكان فوق كبير أو صغير لازم يتوفر فيه أهم شرطين، يعرف يعني ايه النادي الاهلي، يعرف فلنه النادي الاهلي تقيله على اي لاعب ازاي، يعرف النادي الاهلي وان واي بيلعب على المكسب بس، يعرف ان النادي الاهلي لازم تدافع عليه بروحك وبدمك وبعرقك وبكل حاجه، فدي اللي بنبصها في اللعيبه الوقت الحالي. مليون مبروك يعني باذن الله، نبارك لك بعد المباراه وباذن الله كالعاده متالق يا كابتن علي. اتمنى ان احنا نعمل اداء كويس يطمن الجمهور قبل النتيجه ان شاء الله باذن الله. شكرا شكرا معك. مستمرين كابتن اسامه في لقاءاتنا مع المدير الفني للمقاولين العرب الكابتن مجدي مصطفى، طبعا لفريق شباب المقاولين العرب. كابتن مجدي يمكن شوف كابتن عادل بيقول لك لو ناقصكوا حاجه يمكن الروح الطيبه بين الاهلي ومقاولين. طبعا تحياتي لكابتن اسامه لحضرتك، كابتن اسامه حسني، كابتن حشيش، كابتن بلال لحضرتك، وباذن الله تكون مباراه قويه. كابتن اسامه بيرحب بيك. اهلا بيك كابتن اسامه وضيوفك اللي في الاستوديو، طبعا انا مش شايفهم. اهلا بيكوا طبعا، اهلا بيكوا طبعا، نجوم من علامات الكوره في مصر. يعني كابتن اسامه بيسالك معاك تدعيمات من الفريق الاول النهارده ولا لا؟ لا لا لا، انا الحقيقه يعني انا بتعمد ان انا ما اخدش حد من الفريق الاول يكون بيلعب، يعني خصوصا من اولادنا يعني اللي هم اللي تحت السن. فاللي بيلعب لا لا كلهم تحت السن وكلهم فيهم مباركه ان شاء الله باذن الله. شباب مباراه ازاي؟ مباراه قويه، الاهلي متصدر، الاهلي يمكن اقوى خط هجوم، اقوى خط دفاع، 14 فوز يمكن تعادل واحد. شايف المواجهه ازاي؟ مواجهه صعبه في ملعب النادي الاهلي. هو طبعا ده مش جديد على النادي الاهلي، يعني النادي الاهلي طول عمره في المراحل السنيه وفي الفريق الاول طول عمره متصدر، يعني اما بتبقى يعني حاجه مش طبيعيه بيبقى الفرقه بتاعه النادي الاهلي متاخره، يعني دي حقيقه. يعني انما يعني يمكن لو اتكلمنا عن النادي الاهلي ونادي المقاولين السنه دي، يمكن احنا في كل الفرق الحمد لله تقريبا متفوقين على النادي الاهلي في كل الفرق باستثناء احنا ال 97 تقريبا ما لعبناهمش، ولكن احنا قابلتنا ظروف في اول المسابقه كانت ظروف صعبه شويه، كانت اللعيبه كلهم اللي تحت السن حتى اللي بيتمرنوا فوق ما كانوش بينزلوا معانا، فكنا بنلعب بناس 2000 وناس 99، انما في الاخر بدات اللعيبه اللي هي تحت السن ينزلوا معانا، الامور اللي اتظبطت شويه يعني احسن من اول، فاكيد هيبقى ماتش كويس ان شاء الله، اتمنى التوفيق للافضل يعني. يا رب باذن الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا كابتن. كابتن اسامه، يمكن دي كانت لقاءاتنا مع المدير الفني للنادي الاهلي والمدير الفني للمقاولين العرب. كابتن اسامه اتفضل. زميلنا طبعا شريف شعبان على التغطيه المميزه، وبنشكر الكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن مجدي مصطفى المدير الفني للمقاولين العرب. كابتن حشيش، كابتن بلال، من يوم ما قدمت برنامج الاشبال وانا دايما بحلم وممكن الحلم يتحقق ممكن ما يتحققش، لكن عندي فكره عايز اطرحها عليك واخد رايكم فيها. كنا من كام يوم بنتفرج على دوري السله الفريق الاول ودوري المرتبط، طبعا يعني بنبارك لفريق السله في النادي الاهلي ما شاء الله قدم مباراه رائعه وظهرت فيها روح الفانيلا الحمراء. ممكن في يوم من الايام اتحاد الكوره يصدر قرار ان الدوري الممتاز يبقى دوري مرتبط بالشباب والنتائج الشباب تبقى مرتبطه بنتائج الفريق الاول؟ اتحاد الكره المصري يصدر؟ لا يصدر لا، لكن اتمنى فرق كبير من الاثنين. بالتالي هيبقى لها يعني برضو علاقه. الكلام ده جارح بالنسبه لك؟ لا، الفكره الكلام ده جارح بالنسبه هو اعتقد كابتن حشيش انت عارف في مصر والدوري المصري بيبقى مرتبط بالمقام الاول من الناحيه الامنيه خلال الفتره دي، فانت بتتكلم على بقى زياده عبء امني، لان انت هتبقى نفس حساسيه الماتشات. ليه يا كابتن امن 97 سيرفس امن؟ لا انا عايز ارسخ فكره الاهتمام بقاعده الناشئين. الناشئين بيلعبوا كده كده. انا هقول لك لما يبقى الامن اللي في كده، هقول لك لما يبقى مرتبط
هيحصل بالنقطة والثلاثة بونت واخد بالك ومرتبط بالدوري الكبير. لا هيبقى عليه سبوت جامد. احنا عايزين عليه سبوت عشان يبقى يطلع ناشين كويسين. ده حلو جدا وهيبقى فيه جمهور وهيبقى فيه قصة طبعا. فبالتالي الناحية الأمنية اهتمام أكتر. ايه الناحية الأمنية يعني؟ يعني أنا النهاردة هلعب بحماس يا لأخت الأمن بالقصة. لا لا هو قصده ممكن يكون يعني عبء شوية عبء على الأمن برضه يعني. لا رأي كابتن أتمنى إن عشان بنهتم بالفريق الاول لازم يبقى فيه اهتمام بالشباب. بص يا بلال احنا في ماتشات دلوقتي مثلا ما بقاش فيها امن في على المستوى الناشئين 97 لو اتعمل الموضوع ده لازم هيبقى فيه امن لان هيبقى فيه جمهور. لا يا كابتن طب ما خلي بالك ثانيه بعد عزيزك يا حسام هسيبك تكمل النقطه دي. الاهلي بيلعب جوه ملعبه صح؟ ايوه قبل المباراه. طيب الاهلي بيلعب جوه النادي نفسه فانت محكوم من اللي هيدخل من الاعضاء بس بيحضر. خلاص بيحضر كام؟ هو كابتن يحضر زي ما يحضر من الاعضاء يا كابتن. كويس. بيحضر عضو النادي لانك كويس. بتلعب جوه النادي ما بتلعبش في استاد. لو قبل المباراه كمان النهارده عندك مساحه مثلا النهارده الاهلي والداخليه بيلعبوا الساعه 6 تمام. ليه النهارده الاهلي والداخليه وتبقى ماشي بنفس الترتيب يلعبوا قبل قبل المباراه ممكن. وتبقى انت بتدي مساحه برضه ممكن. فكر زي ما احنا شايفين دلوقتي الكابتن احمد كشري والكابتن عادل عبد الرحمن يعني الناس موجوده في ارض الملعب دلوقتي وبتتابع اللقاء. احنا برضه يا كابتن حشيش عندنا بطولة كاس مصر 97 طبعا هيتم تنظيمها خلال الفترة الجاية ودي فكرة جديدة برضو على الكرة المصرية. حلوة جدا طبعا ان بتوسع بس هي كان لازم يعني القرار اتاخد هي متأخر شوية. ممكن لو من بدري كان برضو بعض الأندية الكبيرة عملت حسابها على الدخول في المعترك برضو ده لأن برضو بطولة كبيرة بطولة كاس مصر على مستوى ال 97 دي برضو حاجة كويسة. برضو في بعض الأندية بصلها من ناحية الأعباء المادية انك برضو هتسفر فرق جمهورية وحت بيات وبساط وكلام من ده فكان لازم تتعمل من بدري عشان برضو كل النادي يقدر يعمل حسابه على المجمل التكلفة. إنما هي في حد ذاتها طبعا قرار حلو بيساعد دي حاجة قريبة برضو إنها زي ما أنت بتقول دور المرتبط يبدأ بحاجة زي كده إن يبقى في كاس مصر 97 أو بنحلم لعل وعسى ممكن في يوم من الأيام الحلم يتحقق. ممكن الفكرة بتاعت كاس مصر 97 دي ممكن تبتديها بالفرق اللي بتلعب في الدوري الممتاز بس تمام. ممكن يا وسام خلي بالك هي برضه بتدي او الدرجه الثانيه برضه بس كده هي دي بص بتدي مساحه زي الجمهوريه بتدي زي دوري الجمهوريه زي دوري بالظبط زي دوري الجمهوريه بتدي مساحه للكابتن شاوي غريب المدير الفني المنتخب الاولمبي انه بدل ما بيشوف مجموعه لعيبه معينه لا ده انا بوسع الرقعه شويه بقى الرؤيه انه يدي مساحه للدرجه الثانيه والدرجه الثالثه والانديه دي كلها وكمان يا اسامه خد بالك يعني الفرق تمام في فرق كتيره جدا ما بتهتمش بس غير انه بيشتري ويبيع من فوق. لما يبقى عندك دوري محترم تحت لما يبقى عندك اهتمام بقطاع الناشئين من تحت هتبتدي تدور على اللعيب اللي عنده 19 سنه هتبتدي تدور على اللعيب اللي عنده 18 سنه صح. هتبتدي تدور على اللعيب اللي انت عايز يعني تطلعه للدرجه الاولى مش بس هيبقى فكرك كله انك بتشتري. يعني انا هقول لك على حاجه مشكله الكره في مصر في الدرجه الاولى يا اسامه انك انت النهارده عايز تشتغل على الفريق الاول صحيح. فبالتالي ما عندكش الناس ممكن ما عندكش كم من الناس اللي تقدر تجيب لك لعيبه مميزه صغيرين فبالتالي بتعتمد على الايجنت السماسر يعني ان هو يجيب لك لعيب من هنا ولعيب من هنا بتدعم بيه الدرجه الاولى عندك تمام. لو بقى قطاع زي ما انت قلت لو بقى الاول مرتبط بالناشئين كل نادي هيبقى عنده بؤره اهتمام كبيره جدا جدا صح. انه ينتقي لعيبه ناشئين كويسين جدا آه. وخد بالك اللعيبه الناشئين مش مكلف ماديا تاخد بالك هتدور على موهبه كويسه جدا يعني النهارده مش هيكلفك كتير هتدي له كام يعني في ظل الارقام اللي بنسمعها دلوقتي كمان لا حتى كمان يا اسامه النهارده اللعيب الناشئ يعني هتجيبه على 18 سنه هتدي له ايه 10 جنيه في السنه 20000 هتدي له سالري يعني مش هتدي له عقد هتدي له مرتب يعني مش مكلف بالنسبه لك ولكن اهتمامك بيه هيخليه في وقت من الاوقات ان هو ده اللي يصرف عليك بعد كده تمام. يعني حتى تسويقيا لو كان في لو ربطت دوري الفريق الاول بالناشئين تسويقيا هيفيد الفرق بشكل كبير جدا صحيح. جدا هيخليك ما تشتريش لعيبه من بره هيخلي اللعيبه الافارقه تقل بشكل كبير جدا في مصر. طيب عايز اروح بقى لحلم تاني يعني تمام. ده اول حلم طب اكمل دي الحته دي وبعدين ابقى اتفضل في بعض الحاجات في مسابقات الناشئين عايزه برضو تتظبط على سبيل المثال مثلا في بعض الاعمار ما بتلعبش جمهوريه السنه دي زي مثلا 2000 الحين لا الزوجي 2002 وال 2004 وال 2000 هل عشان شايفين لهم انه ما لهمش منتخب مصر بس انت بيلعب منطقه انت هو ما لهمش منتخب مصر بس في نفس الوقت ممكن ولد يعني مثلا زي كابتن ربيع في منتخب الناشئين دلوقتي واخد 2001 واخد ناس من 2002 انت دلوقتي الولد بيلعب يعني انا مثلا 2002 عندنا في النادي السنه اللي قبل اللي فاتت بيلعب جمهوريه وهو سنه صغير 13 سنه طلع السنه اللي بعدها لعب قطاعات مظبوط السنه دي
منطقه قاعد منطقه بيلعب منطقه لغايه دلوقتي لعب ست مباريات منهم ثلاثه هيروح. ما خلي بالك ده بعشق التخطيط. اول ما قالوا ان في منتخب ل 2002 زي ما الكابتن حشيش بيقول بدا انت تعمل افكار انك انت تحطه في مسابقه قويه. طب حتى لو هو ملوش منتخب طب ما نعمل له برضه المسابقه القويه وعندهم انديتهم كمان يا اسامه عندهم الدرجه الاولى لازم يحتكم. ما ينفعش الولد السن الصغير بيزيد ولا بيقل. بعد اذنك عايز اروح بقى بلال قبل ما اروح للحلم الثاني ده ونرجع للحلم الاولاني. نفسي اشوف في يوم من الايام زي ما بنشوف في اوروبا يبقى في دوري ابطال افريقيا للشباب. بمعنى النهارده باخد بطل مثلا 10 دول ابتديها ب 10 دول بطل مثلا مصر بطل الجزائر في دوري الشباب بطل المغرب بطل السودان بطل جنوب افريقيا وعشان التكلفه اعمل لهم دوره مجمعه مثلا في مصر على غرار الامم الافريقيه على غرار لا تبقى دوري ابطال افريقيا للانديه تمام وانظم البطوله دي عشان التكلفه اعملها مثلا في مصر ومنها تبقى حاجه تسويقيه ومنها برضو بنعمل فكره جديده لبطولات الشباب في افكار وفي او خد بالك يا اسامه يعني معلش انا ممكن تكون ابطال افريقيا دي مكلفه شويه ممكن بطوله عربيه للشباب دي اقرب بكتير جدا واسهل بكتير جدا حتى لمصر والدول العربيه تمام. يعني انت لما تعمل بطوله عربيه للشباب اعتقد دي هتبقى اسهل وايسر بكتير جدا تعرف تروح السعوديه والامارات والكويت والبحرين ومصر والجزائر وتونس زي ما انت بتقول ناخد 10 فرق زي البطوله العربيه تبقى بقى للشباب يبقى عندك وعندك وخد بالك حته الاحتراف هتبقى متبادله بقى في الحته دي صح. هتقدر تسوي لعيبتك هناك لكن افريقيا للشباب دي سبونسرز دلوقتي كمان بيسهلين المواضيع يعني الفكره بتاعت اسامه الاولانيه دي كمان برضو لان انت المين بتاعك انت بتلعب في افريقيا افريقيا هي يعني المفتاح للعب في كاس عالم وبطولات الكبيره فانت لازم تهتم فعلا بالحته دي انك بتعود الولد من بدري يعمل بطوله زي دي يعني النهارده الكابتن عادل عبد الرحمن بيلعب بنفس ولا هما اثنين بس لا خلاص هما حلمين اتمنى ان شاء الله انهم يتحققوا الحلمين النهارده الكابتن عادل عبد الرحمن زي ما استعرضنا مع حضراتكم التشكيله دلوقتي بيلعب بطريقه 4-2-3-1 ده نفس طريقه الفريق الاول لازم. هل مطلوب ان الكابتن عادل عبد الرحمن فريق الشباب دايما يبقى رابط اسلوب اللعب بالفريق الاول يعني احنا مارتن نصارتي مدير فني جديد على النادي الاهلي ممكن يلعب او يغير اسلوب طريقه اللعب من 4-2-3-1 ممكن يبقى 4-3-3 او 3-4-3 هل مطالب دايما المدير الفني لفريق الشباب انه دايما يربط طريقه اللعب فريق الشباب بالفريق الاول يا كابتن حشيش لازم يبقى مرتبط لان انت الغرض الاساسي زي ما احنا قلنا من السن ده بالتحديد هو بيصعد لعيبه للفرقه الكبيره فلازم الولد يبقى يعني واخد على الطريقه ومجربها وبيلعب بيها حتى لو الراجل الجديد جه غير لازم الكابتن عادل في الاساس لان هو بيقول لك انا اهم من البطوله او هدف حتى مجلس الاداره من وجود عادل عبد الرحمن ووجود الفرقه دي هو التصعيد للفرقه الكبيره عشان الولد لما يلعب يحس ان القصه مش غريبه عليه هو متعود عليها وبيلعب يعني متعود على نفس الطريقه لازم يبقى الفرقه دي بالتحديد واحنا عارفين ان الفرقه دي بالتحديد مش تبع قطاع الناشئين هي لوحدها تبع الفريق الاول وتحت العيون الفريق الاول فلازم يبقى نفس السياسه ده كلام مهم اللي بيقوله كابتن حشيشه بلال ان ده اللي قاله كابتن ساده وحفيظ في المؤتمر الصحفي اللي كان بيقدم فيه مارتن نصارتي المدير الفني قال ان شاء الله هيكون في متابعه خلال الفتره الجايه اكتر كمان لفريق الشباب ومارتن نصارتي هيتعرف اكتر على اللعيبه الموجوده داخل قطاع الناشئين اكيد انت النهارده احنا هنا قاعدين في الاستوديو عشان خاطر دي اعتقد ان ده جزء من الدور اللي بتقدمه قناه النادي الاهلي للفريق الاول للنادي الاهلي ده جزء مهم جدا النهارده انت بتقدم جزء كبير ومهم جدا لمستر نصارتي النهارده في ماتشات بتتعرض على الهواء وممكن الماتش يتسجل ويتعرض عليه بدل ما يروح الملعب هو هيتفرج النهارده مثلا بدل ما يقول لك انا يعني خد بالك في مدربين فنيين يقول لك يا كابتن خلاص انت ليه عايز تشتري من بره اديني وريني اللي موجود عندي طبعًا. الاول في قطاع الناشئين خلاص ابتدي اشوفه الاول لو مش متاح اللي انا عايزه ابتدي اجيب من بره في ناس بتفكر بالفكر ده ان انا النهارده ابتدي ادور عندي جوه تمام وبعد كده ستيب 2 لو مش موجود عندي جوه ابتدي اشوف من بره فالنهارده فرصه كبيره جدا تمام ان المدير الفني الجديد يتعرف على اللعيبه اللي في الناشئين يقعد مع كابتن عادل عبد الرحمن ويعرف هو بيفكر ازاي يديله هو كمان فكره والاستراتيجيه اللي عايز يشتغل بيها عشان يبقى في لينك ما بينهم النهارده انا بلعب 4 زي ما اسامه بيقول ممكن المدير الفني الجديد يلعب 4-4-2 4-3-3 لازم يبقى الامور يعني مرتبطه ببعضها انا هلعب بنفس الطريقه تمام اديك اللعيبه اللي انا عايز اجهزهم بالنسبه للفريق الاول انا شايف ان مؤمن عايز يتجهز شايف ان احمد الشيخ عايز يتجهز لا خد جهزهم عندك وده حصل بعد المباريات شفنا في المباريات اللي فاتت والمباراه اللي كنا عاملين فيها الاستوديو في الملعب كان في مؤمن وكان في احمد حمدي صح.
يعني كان في اكتر من لعيبه مريان موجود واحمد ياسر كانوا موجودين. وده محمد عبد المنعم معانا على الشاشه. محمد عبد المنعم برضو ده نصير محمد نصير. انا عايز كل جماهير النادي الاهلي تحفظ الاسماء دي. يعني مع محمد عبد المنعم برضو من اللعيبه المميزه. كل ما بيطلع الفريق الاول هو وكريم يحيى، احمد حاتم، عندنا يوسف علاء، عمار حمدي، مصطفى صبحي، فخري، الناس دي كلها كل ما بتطلع فريق اول وتلعب مباراه وديه ما شاء الله بنشوف مردود. يعني فعلا الكابتن عادل عبد الرحمن عامل شغل مميز. هنروح دلوقتي نشوف لقطات لمصطفى شوبير دلوقتي على الهواء برضو. ده مصطفى شوبير حارس مرمى فريق الشباب. مصطفى شوبير من العناصر الواعده بلال كابتن حشيش، مع ان مصطفى شوبير مواليد 2000 بيلعب مع 97 وبيتم تصعيده برضو الفريق الاول. صحيح. وعلى فكره برضو مصطفى شوبير انا يعني كان ليه تجربه معانا في منتخب القاهره، شاف ركله الجزاء دي. طبعا دي ركله الجزاء. هو عنده حتى ردود الافعال ما شاء الله عليه، يعني هايل هايل ما شاء الله. هو بس للاسف الناس ساعات بتربط اسم مصطفى شوبير عشان يعني والده كابتن شوبير. مشكله كبيره يا اسامه. مصطفى شوبير خامه مبشره. ليه للاسف؟ حارس مرمى واعد. ما ينفعش واحد يخلف عيل بقى يلعب. لا بس احنا في مصر بناخدها بشكل تاني كابتن احمد. في نقطه صعبه قوي عندنا، وكل يعني او معظم النجوم اللي لهم ولاد بيلعبوا فعلا بيعاني من الحته دي. وانا على سبيل المثال يعني الصده دي برضه بعاني. يعني الصده دي في مرات يا كابتن انا اسال سؤال. طب ليه نعاني لما يكون عندك موهبه؟ الاقرب انا النهارده لو صاحب نادي او رئيس نادي يعني فاهم، وعندي مثلا اولاد لعيبه عندهم امكانيات كبيره جدا، هو الاولى بالنسبه لي. طب اقول لك على حاجه يا بلال. في بعض المدربين، انا ابني بيلعب في النادي الاهلي، كانوا قبل كده اسامه لما كان يوسف ابني موجود كان يقول لك لا ما مش هنلعبه عشان ما حدش يقول، حتى برغم انه كويس عشان ما حدش يقول ده لاعب ابن الكابتن فلان الفلاني، عشان يسكت بيا بالمقوله دي او ليها الامور. تخيل الموهبه عشان خاطر تتكلم. انا ضد المنطق ده. تخيل انت بقى. انا مع منطق ان انت النهارده طالما عندك لعيب عنده تالنت، ابن اسامه حسني، ابن كابتن حشيش، ابن كابتن ياخد شبير، فرصته. لازم ياخد فرصته. وده الاولى انه ياخد فرصته. انا اسمع احترامي المفروض. يعني في ناس ممكن تزعل من كلامي، لكن انا بشوف ان الاولى. انت النهارده حضرتك راجل لعبت في النادي الاهلي ولعبت كتير جدا. ابنك عنده موهبه. صحيح. لو تساوى مع حد تاني بنفس الموهبه لا، يبقى ابنك الاحق انه يلعب. ده وضع طبيعي. انا شايف ان ده الطبيعي مش العكس. النهارده لو ابنك النهارده مثلا عنده امكانيات كبيره وفي واحد تاني اقل، تقول له انا هقعده عشان الناس ما تقولش. ما تقول الناس زي ما تقول. في النهايه انا عندي كواليتي. يعني حازم امام، حازم امام ابن كابتن حماد امام، يعني امكانيات كبيره جدا. لو اتعامل بنفس المعامله ما كناش شفنا حازم امام. صحيح. في الدوري المصري. كلامك يعني فقصه ان الناس تقول او تعيد يا كابتن، انا نفسي يعني تتلغي من الكره المصريه خالص. زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه اللعيبه بتقرا الفاتحه، لعيبه شباب الاهلي 97 ولاعيبه لاعب المقاولين. اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي النهارده انه يقدموا مباراه ممتعه يستمتع بها جمهور النادي الاهلي، وان شاء الله نبارك لفريق شباب النادي الاهلي والكابتن عادل عبد الرحمن. نروح دلوقتي لمعلقنا فاروق صلاح ومستمرين مع حضراتكم بين شوطي المباراه. بنجدد التحية بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي مرة تانية. شكرا لمعلقنا المميز فاروق صلاح اللي أمتعنا بتعليقه على المباراة. شوط أول رائع بين شباب الأهلي وشباب المقاولين. تقدم فيه شباب الأهلي عن طريق محمد عبد المنعم بهدف متفق عليه من قبل الكابتن عادل عبد الرحمن. بجدد التحية مرة تانية لضيوف الكابتن حشيش والكابتن أحمد بلال. زي ما احنا شايفين قدامنا الهدف جملة متفق عليها بين يوسف علاء، بين مصطفى صبحي اللي سندها له، خرج كل لعيبه المقاولين بره واتحطت لمحمد عبد المنعم في مكان سحري. محمد عبد المنعم مساك، انتظروا محمد عبد المنعم ان شاء الله يكون مساك ومستقبل للنادي الاهلي. هدف رائع، في شغل من الكابتن عادل عبد الرحمن وفي تنفيذ فعلا برضه هايل من لاعبي النادي الاهلي. شايفين يوسف علاء بيحطها على العارضه البعيده، محمد عبد المنعم جاي من العارضه البعيده لوحده وبيحطها بقوه ومنتهى الجدية. شوط أول رائع لشباب النادي الأهلي يسفر عن 1-0 النادي الأهلي. كابتن حشيش شفت الشوط الأولاني إزاي؟ شوط جميل جدا الحقيقة، ما كنتش متخيل إن في أداء بالحلاوة دي من الفرقتين، وطبعا خاصة فريق النادي الأهلي. مستوى يرقى فعلا للدوري الممتاز. يمكن أنا شفت شوط أحلى من مباريات كتيرة في الدوري الممتاز. مش ببالغ في كده، يعني في حاجة بتتقال لو هنتكلم على فرقة النادي الأهلي تحس إن فيها
شخصيه، ليها شخصيه كابتن عادل عامل شخصيه، في حاجات متحفظه وبتتقال وبتتجسد طبعا في الجون اللي جه، جون من جمله جميله جدا، الكره اتلعبت ورجعت تاني حطها في على البعيده، جه محمد عبد المنعم من وضع الحركه حطها من البعيده، جون جميل جدا، جمله حلوه. شفنا تالق لعيبه كتير في الملعب. عايز اقول اسماء كابتن حشيش، عايز بقى يعني اعرف الناس كلها اسماء لعيب شباب النادي الاهلي. يعني انا شايف عمار طبعا حمدي لعيب كويس، محمد فخري النهارده مادي كويس، نصير، عزت، يوسف علاء، يعني ناس كتيره جدا جدا، كريم يحيى نفس الوضع طبعا، مصطفى شوبير انقذ كذا كوره خصوصا الانفراد الاخير طبعا. ما اندفعش زي ما الجوان بتطلع مندفعه على الكوره، راح واستنى ورجع تاني وبعدين زق الكوره شويه من قدام المهاجم خلاها تتطرف وصعب عليه زاويه التسديد. فطبعا شوبير في كذا كوره، كل الكور العرضيه بتصرف فيها كويس وطالع فيها كويس، كوره ما بتوقعش من ايده، الحقيقه عامل مباراه كويسه قوي شوبير، وده يعني العادي بتاع مصطفى. ده الفرق بقى بين الاجوان العاديه والاجوان الموهوبه، هو جون موهوب عنده الموهبه. كذلك برضه انا شايف عمار من اللعيبه الكويسه، عمار حمدي، عمار حمدي عامل عمار حمدي مواليد 99 عامل مباراه رائعه. مش عايزين نغفل طبعا حق المقاولين العرب، كانوا خلال الشوط ند طبعا، بس يعني هم مهتمين بحته الدفاعيه شويه، يعني الهجوم عن استحياء يمكن فيه كورتين. خلي بالك المقاولين برضو يا كابتن حشيش عنده لعيبه عجبني برضو في الشوط الاولاني، يوسف الجوهري رقم 7 تمام، ده حتى بيتم تصعيده للفريق الاول برضو من وقت لاخر. يعني انا برضو عجبني الباك الشمال بتاعهم لعيب كويس برغم النادي الاهلي بيلعب من ناحيته كتير، انما عنده كوره، لعيب يعني عنده كوره ولعيب كويس، مصطفى سكراتش الشهير مصطفى بدر بالظبط كده، لعيب لعيب كويس، ده هيبقى له مستقبل. كذلك برضه مختار سليمان فرود يعني اللي بيكمل طبعا من الاثنين اللي تحت راس الحربه، الحقيقه اداء مميز من الفرقتين. المطلوب بقى في الشوط الثاني النادي الاهلي يستغل الفرص اللي بتجيله، لانه راح اكتر من فرصه في بطء شويه، يمكن شفنا كريم راح بواحده واخترق في بدايه العشر دقائق الاولانيه، ما كملش فيها، اتاخر شويه، قدر انها الباك يطلعها يعني. كان لازم سن الجزاء. كابتن بلال شفت الشوط الاولاني ازاي؟ بص يمكن شوط مميز للنادي الاهلي، واضح ان في تاكتيك بيشتغل عليه كابتن عادل عبد الرحمن تمام، واللعيبه بتنفذ التاكتيك بشكل كويس جدا. يعني النادي الاهلي الشوط الاول يمكن فرصه ليوسف علاء من ناحيه الشمال بيرقص واحد والتاني وبيعدي وبيلعب الكره بالعرض. الناحيه الثانيه مصطفى عزت برده النادي الاهلي بيحاول يحضر ويلعب دايما العكسيات لمصطفى عزت من ناحيه اليمين، يحضر يوسف وبعدين يوسف يلعب لمصطفى عزت اللي بيلعب تحت الفرويد من ناحيه الشمال، او احمد حاتم اللي بيجي من ورا دايما بيعمل الاوفرلاب، بيشتغلوا عليها النادي الاهلي بشكل كويس جدا. شايف ان في تحرر بشكل كبير جدا لدرجه ان كريم يعني كريم يحيى راح بواحده انفراد، يمكن كابتن من نص ملعب رقص واحد واثنين وثلاثه وكان يقدر يسجل هدف. كريم يحيى كان لازم يعملها ازاي في النهايه، دي بسن جزمته خلاص، بسن الجزمه في اي حته في اي زاويه خلاص، انت قبل الاطمه بقيت في البوكس خلاص انت. بس هو خد بالك احيانا بيبقى لعيب عايز يعني جول حلو، جول شكله حلو قوي تمام، هو عدى من واحد والتاني دخل ال 18 وجاله فرصه يعدي، عدى جوه ال 18 كمان بس خلاص هي دي يا بلال، هي دي الفرصه. بص خد بالك عدى واحد والتاني وعدى من التالت دخل ال 18 خلاص بقى، فاهم قصدي؟ يعني قبل ما تعدي الاخير دي كان ممكن بسن جزمتك تحطها تمام، حتى بعديها برده مصطفى عايز التسديده هو ده اللي عاجبني بقى. عاجبني الاهلي حتى هو بيضيع الفرص خلاص ما بيرجعش، بيكمل دايما يعني. كابتن عادل عبد الرحمن واضح ان التكتيك بتاعه ان انا بضغط مكان ما الكره بتتقطع تمام، ودي افضل حاجه في كره القدم انك بتشتغل عليها. الحقيقه مساعده في الكلام ده الاربعه اللي موجودين في الخط الامامي، او الخمسه اللي موجودين في الخط الامامي، عمار حمدي، يوسف علاء، محمد فاخري، ومصطفى صبحي، هم دول بالاضافه لمصطفى عزت كمان، يعني يمكن الاربعه دول بيرفع كرة وبيضغطوا دايما في الحته اللي قدام. يعني لعيبه النادي الاهلي الاربعه دول، وكمان في حته في شيء كبير من التحرر داخل الملعب، يعني شويه تلاقي يوسف علاء ناحيه الشمال، تلاقيه ناحيه اليمين، مصطفى صبحي تلاقيه داخل نص ملعب، عمار حمدي تلاقيه مره ناحيه اليمين، مره ناحيه الشمال، مره بيكمل كفاره الثاني. يعني شفنا كوره من الكور اللي اتردت من ايد من حارس المرمى، لقينا عمار هو اللي مكمل وبيلعب في السكس يارده وبيعمل الكوره بيرقص وشوطها بالعرض. فلعيبه النادي الاهلي شايف الكوره دي، انا بس الكوره دي فيها شك ضربه جزاء ولا لا يا بلال؟ يعني الكره دي لا، هو على الكره، على الكره دي صح، لمس ليه ما فيهاش حاجه. هو صراحه اصل يوسف علاء كرر الموقف بتاع واحد واحد دايما من ناحيه ورا باك ليفت، فالكره دي يعني يوسف علاء كمان عامل مباراه هايله صراحه. يوسف مشروع بلاي ميكر رائع جدا، بس انا بشك ان ممكن تكون فيها ضربه جزاء. المدافع اسامه طبعا لازم نشيل طبعا بحكام المباراه طبعا،
كابتن حسام عزب حجاج يعني عامل مباراه هاديه وعامل مباراه هايله. طبعا اتنين حاملين الرايه مع كابتن محمد فاروق واحمد عبد الغني ما شاء الله مش حاسين بحكام المباراه. واحنا هنا دايما في برنامج الاشبال بنقدم للكره المصريه مش لعيبه بس، احنا بنقدم لعيبه، بنقدم مدربين، وبنقدم كمان حكام للجنه الحكام. اكيد. فعايز اقول لك ان كمان لسه بقول يمكن يوسف علاء من اللعيبه اللي ممكن يبقى مشروع بلاي ميكر رائع جدا. يوسف علاء لعيب كويس قوي، بيعرف يرفع الكره بشكل كويس جدا. خد بالك هو كمان النهارده راجع من اصابه، بقاله يمكن فتره كبيره ما بيلعبش. يمكن المذيع بتاعنا المتالق قال لك برده يعني حكى وقال ان هو كان عنده ظروف اصابه وبتاع ولسه راجع من الاصابه. بيرفع الكره، جريء، بيلعب واحد ضد واحد، عنده رؤيه في تغيير الملعب بشكل كويس جدا. بيلعب برجليه الشمال ودايما بيضم وبيفتح لبره. يعني لعيب متنوع، عنده تشكيل حلوه من اداؤه، فيه تشكيله حلوه رائعه جدا. بيعرف يصوب، عنده تصويب من بعيد. فالنهارده لعيب يكتسبه، ممكن يكتسبه النادي الاهلي، يلعب في الدرجه الاولى. فدي فرصه كمان، احنا كمان بنعرف الناس بالناشئين بتوعنا عشان كمان يبقوا حافظين الاسماء، عشان يبقى عارف مين اللي ممكن يكون موجود في الدرجه الاولى بعد كده. خلي بالك الحكم ده كابتن حشيش 22 سنه، كابتن حسام عزب حجاج. زي ما بقول تاني، احنا ما بنقدمش لعيبه لمصر، احنا بنقدم لعيبه ونقدم مدربين عاملين شغل يعني ما شاء الله هايل جدا، وبنقدم برضو حكام، خاصة الحكم كمان عمره يعني قريب من اللعيب. صغير ولا وسمارت وطويل، جسمه حلو وجنب كورة في كل لعبة. فدي بتسهل له برضو الحقيقة. معاه اتنين حامل الراية برضو، محمد فاروق يعني واحمد عبد الغني. واحمد عبد الغني ومحمد فاروق برضو على مستوى، يعني الحقيقة إدارة في الشوط الأولاني كويسة. اللي أنا عايز أقوله بالنسبة برضو لفريق المقاولين، ما نغفلش برضو مستوى محمد أشرف حارس المرمى. محمد أشرف جاب الحقيقة أكتر من برضو كورة، فبرضه بحييه. اللي انا مستغرب له شويه اسامه، ان يعني شايف فرقه المقاولين فرقه كويسه وفي عندها افراد كويسه، ما تبص عليها في ترتيب الجدول يعني السابع، وبعدين هزيمه 6 مباريات من 15، دي علامه استفهام شويه. يعني انا بالمستوى اللي انا شايفه النهارده منهم، المفروض يبقى الترتيب احسن من كده. تمام. او النتائج احسن من كده. انا ما اعرفش ليه، طبعا يمكن كان في سبب من الاسباب، نقص مثلا في اللعيبه في البدايه او اصابات هي اللي عامله القصه دي. انما اعتقد ان بالمستوى اللي انا شايفه النهارده من المقاولين العرب، ممكن يبقى الترتيب بتاعهم يتحسن في جدول البطوله المسابقه. عجبني برضه يا كابتن بلال الهدوء اللي فيه لعيبه النادي الاهلي اللي موصله له من كابتن عادل عبد الرحمن، بنشوفه في تحضير الهجمه من تحت. طبعا يعني خد بالك انت، اللعيبه داخل الملعب بتاخد الانطباعات بتاعتها من المدير الفني. تمام. يعني انت بص، خد بالك كابتن عادل عبد الرحمن طول ال 45 دقيقه قاعد على الدكه، ما قامش. تمام. صحيح. ده معناه خلاص هو محفظ لعيبته بشكل كويس جدا، طول الاسبوع بيشتغل على تاكتيك محدد، شايف ان اللعيبه كمان بتنفذ التاكتيك. في بعض الاوقات ممكن ينادي تغييره من حته، من مركز لمركز، ان هو بينادي بيدي تعليمات صغيره ويرجع تاني يقعد. فخد بالك الهدوء اللي موجود عليه كابتن عبد الرحمن. عادل عبد الرحمن جاي من اداء اللعيبه داخل الملعب، ومن تحفيظهم للعيبه للادوار، ومن التاكتيك اللي بيلعب بيه، ومن طريقه تنفيذ اللعيبه داخل الملعب. انا النهارده قاعد وعارف النادي الاهلي هيكسب. احنا قاعدين بنتفرج على المباراه. صحيح. عارفين النادي الاهلي هيكسب. تفوق باين. لا كابتن النهارده عنده حلول من كل حته، عنده حلول من ناحيه اليمين، من ناحيه الشمال، من القلب، من العمق، من الكرات العرضيه، من التصويبات، عنده حلول من كل مكان. طبعا متنوعه. يعني عندك من قلب الملعب مصطفى صبحي بيكمل من قلب الملعب، وعمار حمدي بيكمل من قلب الملعب، من اطراف الملعب مصطفى عزت ويوسف علاء. عندك الفرود محمد فخري، ومش فرود. ايوه صريح. انا عايز اتكلم بقى في النقطه دي، مش فرود صريح، عشان كده بنشوفه كتير جدا بيمين ناحيه الشمال، وبينزل تحت كتير جدا، عشان هو مش فرود رئيسي، يعني مش رقم 9، مش لعيب رقم 9. ومع ذلك الايجابيه اللي موجوده في الحته دي، ان هو بيخرج بتلاقي يوسف دخل، عمار دخل، صبحي دخل، بتلاقي اللعيبه كلها بقت في ال 18. يعني مفيش هجمه للنادي الاهلي من على اليمين او الشمال الا وتلاقي 2 3 داخل ال 18. هي دي الحته اللي عاملها كابتن عادل عبد الرحمن عشان يعوض بيها حته السنتر فيرود، اللعيب رقم 9 عدم وجوده. تمام. عشان تلعب بلعيب مش في راس حربه صريح، لازم يبقى 3 4 دايما داخل ال 18 عشان تعمل الكثافه العدديه او الزياده العدديه داخل ال 18. الحاجه الكويسه يا بلال يعني تكمله لكلامك، ان انت بتشوف الضغط الهجومي ناس شايف محمد فخري في الدور اللي بيسند فيه الكوره للناس اللي جايه من تحت. يعني برضو بالرغم ان هو مش مركزه بيلعب فيه النهارده. بص يا اسامه مين بيكمل، يعني مصطفى صبحي هو اللي بيكمل كفيرو الثاني. ايوه تمام. هو خرج يوسف، عايز تقول اللي منجح طريقه اللعب الناس اللي جايه من تحت، الناس يوسف اللي من على اطراف الملعب واللي جايه مصطفى صبحي، عمار حمدي، حتى محمد نصير ومصطفى عزت، هم اللي منجحين الاسود. اتفضل. وفي نفس الوقت برضه اسامه التحول من الدفاع للهجوم، السرعه بتاعه التحول. يعني ما بياخدوش وقت كتير في النقل وتدوير الكره ورا،
الكره الثانيه، باصه الثالثه، يا اما بيخترق من ناحيه الشمال او اليمين، وتشوف كمان الناس اللي مكمله. دي حاجه مهمه، يعني ممكن انت تروح من الشمال او اليمين بس يكون مفيش عدد كفايه في ال 18. انما بتلاقي الناحيه العكسيه مكمله، يعني لو انت بتتكلم مثلا على ناحيه الشمال، لو مثلا مصطفى عزت او محمد نصير، بتلاقي الناحيه الثانيه عمار دخل ويوسف علاء دخل ومصطفى صبحي. فدي يعني تحس ان فعلا في شكل الفرق. ابرز التعليمات اللي ممكن يقولها كابتن عادل عبد الرحمن لعبته بين شوطين المباريات، استغلال الفرص اللي هتيجي. طبعا زياده الاهداف عشان تبقى تقدر تلعب بعد الهدف الثاني او الثالث مستريح، وفرصه انك تعمل سكور النهارده كويس. كابتن بلال، ابرز التعليمات كابتن؟ الهدوء شويه، الاستمرار دايما، استمرار على نفس الاداء. الاهلي بيضغط، تمام، الاهلي بس في شويه تسرع داخل الملعب، مسيطرين على الكوره لكن احنا متسرعين شويه، محتاجين نهدى قدام المرمى شويه عشان نقدر نسجل اهداف اكتر من كده. الشوط الاولاني خلص 3-4 يا استاذ. تمام، نروح مع حضراتكم لملعب المباراه مع معلقنا المميز فاروق صلاح، واستنونا ان شاء الله بعد المباراه. التعادل الإيجابي بين شباب الأهلي وشباب المقاولين العرب 1-1. أحرز النادي الأهلي عن طريق محمد عبد المنعم في الشوط الأول هدف في الدقيقة 43، وأدرك يوسف الجوهري التعادل في الدقيقة 61. مباراة كانت رائعة من النادي الأهلي في الشوط الأول، قل اللعيبة شوية في الشوط الثاني، عشان كده المقاولين أحرز هدف التعادل. برحب بضيوفي مرة تانية، كابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال. كابتن حشيش، شفت الشوط الثاني ازاي؟ الشوط الثاني مغاير خالص عن الشوط الاولاني. شفنا فرقه مولين حاجه ثانيه خالص غير الشوط الاولاني. وحصل دروب ونزول في اداء النادي الاهلي، ما اعرفش ايه الاسباب. انت كسبان 1 وماشي كويس، ايه السبب التراخي؟ ما تحسش ان كان في روح في الاداء وفي اصرار على انك تزود الاهداف زي ما اتكلمنا بين الشوطين، وقلنا المفروض ان الشوط الثاني ينزل النادي الاهلي يزود عدد الاهداف ويضغط على المقاولين العرب واستغل فرصه ان هو ليدنج بهدف. الشوط الثاني كان مغير خالص، بالعكس من اول دقيقه حسينا ان في اصرار من لعيبه المقاولين العرب على انهم يتعادلوا. اكتر من فرصه لغايه اخر ثانيه في المباراه مصطفى شوبير بينقذ واحده هدف من ده هدف المقاولين. وانت بتتكلم يا كابتن حشيش، قلنا احنا نوهنا وقلنا يوسف الجوهري هو اخطر لاعبي في المقاولين العرب. فعلا من احسن اللعيبه في المقاولين العرب، اللعيبه المميزه، صاحب اداء مميز يعني، صاحب الهدف وصاحب اكتر من فرصه للتهديف. في تراخي كان من لعيبه النادي الاهلي حتى بعد احراز المقاولين الهدف بتاعه، برضه كان في يعني احنا شفنا المقاولين العرب في الدقيقه حتى 61 بيحرز يوسف الجوهري الهدف التعادل، ما شفناش برضه حميه وحماس وضغط من النادي الاهلي، لا بالعكس شفنا العكس كمان. المقاولين عايز هو الاخطر، هو الاخطر وعايز يكسب. طبعا دي يعني محتاجه تفسير بقى من الكابتن عادل في النقطه دي. كابتن بلال، شفت الشوط الثاني ازاي؟ شوف، يمكن يعني احنا قلنا في بدايه الاستوديو يا كابتن اسامه ان دي فرصه للناشئين، تمام؟ انت مش انت اي نعم مش مطالب ببطوله، وانت كمان موقفك كنادي اهلي في البطوله دي موقف جيد جدا، ولكن انت مطالب كفرقه انك تقدم عناصر جيده لقطاع للفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي. النهارده الشوط الاول مختلف تماما عن الشوط الثاني، تمام، اداء ونتيجه. النتيجه يمكن تعادل المقاولين الشوط الثاني، بس تعادل نتيجه لعب، نتيجه اداء. يمكن اداء النادي الاهلي هبط بشكل كبير الشوط الثاني. يعني بص، اولا ممكن يكون عندك، يعني انا ما شفتش يعني اللعب اللي احنا الحاجات اللي احنا وصفناها الشوط الاول من البساط والاستحواذ واللعب على اطراف الملعب والاختراقات من العمق، دي كلها ما كانتش موجوده الشوط الثاني. يمكن استحواذ بشكل كبير جدا للمقاولين العرب. يعني الناشئين في حاجه مهمه جدا في بالنسبه للناشئين، الحاجه النفسيه، الرغبه بتاعه اللعيبه، الرغبه بتاعه الفريق، رغبه الاستمرار، رغبه الحفاظ على المكسب، رغبه الاداء القوي، الاستمراريه في الاداء الجيد. الحته دي لازم يعني يتعامل معاها مع الناشئين يا كابتن بشكل مختلف، لان خد بالك انت اللعيب الناشئ غير اللعيب اللي بيلعب في الدرجه الاولى. اللعيب في الدرجه الاولى عارف ان عليه التزامات، عارف ان المباراه 90 دقيقه، عارف انه لما يكون كسبان ممكن يتعوض في اي وقت ويتعادل في وقت، غير اللعيب اللي بيلعب في قطاع الناشئين. لعيب بيلعب في قطاع الناشئين يا كابتن ممكن حته ان انا ليدنج، انا اللي كسبان،
انا اللي بادي، انا اللي بعمل كره كويسه قوي، ممكن الكلام ده ياثر عليه نفسيا فينزل بالمستوى بالرغبه اللي عنده، بالمستوى النفسي. مش عايز اقول لك الاداء، ما هو الاداء انت النهارده في الملعب ده نتيجه الاصرار، نتيجه ان انت عايز يعني عايز تستمر في الاداء، نتيجه ان انت عايز تكمل وتحرز اهداف. الكلام ده ممكن يبقى مغير شويه او في فروق شويه ما بين الناشئين وما بين الدرجه الاولى. تمام. النادي يمكن فريق الناشئين في النادي الاهلي من كتر اللي عمله الشوط الاول، الاداء الجيد جدا، القتال، الكره المشتركه، الضغط على الخصم، ممكن ده يكون عمل يعني تشبع في الاداء الشوط الثاني. خلاص انت تشبعت، عندك تشبع يا كابتن، عملت كل حاجه في الكره الشوط الاولاني، نزلت الشوط الثاني مختلف تماما، الرغبه مش موجوده، الاصرار مش موجود، العزيمه مش موجوده. فرص كانت للنادي الاهلي في الشوط الثاني عن طريق مصطفى صبحي حطها طبعا، طلعها المدافع المقاولين، دي كانت اخطر فرص للنادي الاهلي، ودي كانت ممكن اللي عملها كريم يحيى من ناحيه اليمين. اه طبعا. يعني انا كريم برضو من اللعيبه يعني الجيده. ايوه انا لعيب تكتيكي جيد. انا عايز بقى اتكلم برضو في ظل النهارده واحنا بنقول النادي الاهلي التعادل 1-1، ده التعادل الثاني للنادي الاهلي في مسيره 16 مباراه، فالنهارده ده برضو شيء جيد انك انت طبعاً في 16 مباراه تعادل ماتشين، مباراه كانت امام حرس الحدود ودي المباراه الثانيه 1-1، لازم برضو يعني في لعيبه نديها حقها النهارده. اكيد. انا بقول لك النهارده كريم لعيب كويس، لعيب تكتيكي بشكل رائع جدا، لعيب بيلعب على الخط باك رايت عصري، بيضم، بيكمل في الناحيه الهجوميه، شفنا له هجمه الشوط الاول اختراق وصل لحد ال 6 يارد، يعني لما يكون عندك باك رايت بيوصل لل 6 يارد ده معناه ان هو عنده مقاومات كبيره جدا، لعيب كويس، الكروس بتاعه رائع جدا، لكن احنا خد بالك احنا بنتكلم في اداء مجمل، لكن لما نيجي نفصل نتكلم على اللعيبه تفصيل، لا في لعيبه جيده في النادي الاهلي، في لعيبه ادت بشكل جيد، في ايجابيات في المباراه، في ايجابيات في المباراه، ايجابيات كثيره جدا من المدير الفني ومن اللعيبه، لكن احنا بنتكلم على الهبوط المفاجئ في المستوى. يعني هبوط غريب في المستوى، ده مش معناه ان اللعيبه سيء، لو لعيب سيء هيبقى سيء من بدايه المباراه لنهايتها، انما النهارده لما يبقى عندك تشبع، يعني خلاص انت تشبعت، الرغبه في المكسب، الرغبه في الاداء الجيد، الرغبه في الاستمراريه في احراز الاهداف ما كانتش موجوده، عشان كده هبط اداء النادي الاهلي الشوط الثاني. لكن يعني في بعض اللعيبه الحقيقه انا بأسني عليها، يمكن انا مثلا يوسف علاء لحد ما خرج من المباراه يا كابتن بيأدي اداء جيد جدا، لعيب مخاطب في الملعب، بيحاول كل كره يلعب عليها بشراسه كبيره جدا، عنده سبيريت عاليه جدا جدا، لعيب عنده مهارات، لعيب بيصوب على الجول، لعيب عنده اهداف ان هو يسجل اهداف، فده من اللعيبه الجيده جدا. كريم لعيب جيد جدا، امكانياته كويسه، عنده سرعات، عنده سبرنت، عنده قوه، الكروس بتاعه كروس جيد جدا، ده مش معناه خد بالك يعني ده معناه ان انت عندك لعيبه بتأدي بشكل كويس، لكن مستوى الاداء الجماعي هو اللي ما عجبنيش الشوط الثاني. تمام. ممكن يا كابتن حشيش يكون التغييرات في الشوط الثاني، يعني خروج محمد نصير كان عامل فارق في نص الملعب. صحيح. خروج محمد فخري بالرغم ان احنا بنقول ان هو مش مهاجم، لكن اتوظف النهارده في حته المهاجم واجاد فيها في كل الوقت اللي لعب فيه حوالي 65 دقيقه، وخروج برده زي ما كابتن بلال بيقول يوسف علاء، هل الثلاثه كانوا عاملين برده تقل في الملعب مع خروجهم برده العمليه قلت شويه في الشوط الثاني؟ بلا شك طبعا حصل تغير في الاداء، بس مش هو ده السبب الرئيسي. لان من بدايه الشوط الثاني وانت حاسس بالفرق. احنا قاعدين نتفرج مع بعض بنقول لا المقاولين نازل شكله عايز يتعادل، واحنا كنا قاعدين متوقعين ان المقاولين هيتعادل في 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 اي وقت من الاوقات، من كتر ما فرقه المقاولين كمان كانت ماشيه كويس. ما غيرش الا تغيير واحد، الكابتن مجدي مصطفى غير تغيير واحد بس اللي هو محمد سيد ونزل محمد هاني. الفرقه ماشيه لغايه اخر لحظه وبتهاجم وفي اصرار. انا بعتقد ان ممكن يكون ده له تفسير واحد، ان من كتر ما انت كنت متفوق في الشوط الاولاني كنادي اهلي وضيعت اكتر من فرصه ووصلت اكتر من مره للعيبه المباراه، اللعيبه خلاص استسلمت كسبان واحد، نزل الشوط الثاني برده دي ممكن تكون قله خبره. انه نزل الشوط الثاني كسبان واحد وحاسس انه بيوصل في اي وقت للجون وبيضيع فهيكسب خلاص في يعني في اي وقت، ممكن دي اللي تكون عملت الدروب ده في المستوى. على العكس انا بحيي طبعا فرقه المقاولين، بحيي كابتن مجدي على اصرارهم، بيلعب مع النادي الاهلي اللي هو في المقدمه في المركز الاول البطل على ارضه، اصراره انه يتعادل ما اكتفاش، كان ممكن بعد الهدف تحس ان هو مثلا ظبط نفسه بقى وعمل تغييرات دفاعيه شويه وقفل نص الملعب، انما لا ده بالعكس ده كمل لغايه اخر لحظه بيهاجم باكتر من لاعب كمان يا بلال، 2 و3 و4، عنده اصرار ان هو وضيع اكتر من فرصه، وضيع اكتر من فرصه لغايه اخر، انت بتتكلم في الدقيقه مثلا 92 مصطفى شوبير مطلع واحده متضايقه، ما انا هاجي لسه مصطفى شوبير. يعني مصطفى شوبير كان ليه دور، يعني طبعا الهدف اللي دخل فيه لا يسال عنه، يعني فيها توفيق كبير جدا انفراد وصعبه يوسف الجواري، لكن شال كورتين صعبين جدا في اخر المباراه،
يعني شفت مصطفى شوبير ازاي؟ بص، مصطفى حارس جاي، يعني حارس موهوب، عنده موهبة، طويل تمام، واضح ان هو يعني من الناس اللي عندها شخصية داخل الملعب، عنده شخصية يمكن حتى مع زمايله كمان، طريقة توجيهه داخل الملعب لزمايله واضح انه عنده شخصية يا كابتن، كمان طريقة تعامله مع الانفرادات واضح انه عنده شخصية قوية داخل الملعب. صحيح. انت بيبان حارس المرمى في طريقة تعامله مع الانفرادات طبعا. ازاي بتخرج تتعامل مع الانفرادات دي، خد بالك دي بتبين شخصية الحارس شوية، ازاي بتتعامل صحيح. على الكرات الصعبة. صحيح. ممكن الفرق بين الحارس المرمى الموهوب وحارس المرمى اللي هو عنده شخصيه، ازاي انت كيفيه التعامل مع الانفرادات اللي بتيجي عليك، بتتعامل معاها ازاي يا اسامه؟ هل بتتعامل مع كره بتستنى هي تحت ال 18؟ دي اللقطه اللي يمكن دي اللقطه مصطفى ابرز لقطه طبعا الشوط الثاني، كره من تقريبا من 6 يارد يعني في 6 يارد، دي كانت في الدقيقه حوالي 92 او 93. التحرك بتاعه جيد جدا، قفل بشكل كويس. عايز اقول في النقطه دي يا اسامه، بالصدفه احنا منطقه القاهره كانت من يومين عامله دوره لمدربي حراس المرمى، كان فيها يعني نخبه من الدكاتره الكبار. من اهم صفات والحاجات اللي بتميز حارس المرمى هي الشخصيه بتاعته. تمام. الشخصيه مهمه قوي، ان هو يكون شخصيه قياديه، واثق من نفسه، عنده حته التركيز دي لاخر لحظه. وشفناها في مصطفى، لان انا يعني مصطفى شاتي مجروحه شويه فيه، لان انا متابعه من زمان ومعجب بيه من زمان، وكان معانا في منتخب القاهره مواليد 2000، برضو افكر الناس مصطفى شوبير مواليد 2000، يعني سنه طبعا بص صغير، انما لغايه اخر لحظه الكوره الاخيره دي يا اسامه محتاجه يكون في تركيز عالي قوي، لان انت عارف التركيز ممكن يهرب يا بلال من اللعيبه في الفترات خلاص الوقت، وهو لعيب صغير يا كابتن، لعيب صغير ولعيب طبيعي، مفيش خبرات كبيره طبيعي، انما عشان يجيب الكوره دي، بص رد الفعل بتاعه في الدقيقه صعبه جدا جدا. فهو محتفظ بتركيزه لغايه اخر لحظه، فرقته متعادله عايزين يكسبوا في نفس الوقت الكور اللي هي المرتده الصعبه دي، فهو يعني انا بحيي مصطفى، وده اعتقد برضو ان كسب مهارات كثيره من تدريبه مع الفرقه الفريق الاول خلال الفتره اللي فاتت، يعني شايف اداؤه زاد جدا، يعني الثقه يا كابتن، يعني حارس المرمى طبعا يعني شخصيه موهبه وثقه، صحيح صحيح، يعني الثقه اللي بياخدها، انا خلاص طلعت لعبت بتمرن في الفيرست تيم، تمام، عندي صغير لسه لعيب ناشئين بلعب مع مع مع, مع فرقه اكبر مني يمكن بثلاث سنين او اسامه، خد بالك دي بتدي ثقه كبيره جدا للحارس، طبعا تخلي دايما عنده ثقه في نفسه بزياده. صحيح. يعني عايز اقول لك، يعني انت لو بصيت على الكوره اللقطه بعد ما شوبير صد الكوره، تعامله كمان ورد فعله للعيبه اللي قدامه، ده توحي ان انت عندك حارس عنده ثقه في نفسه. يعني انا عجبني كمان في حاجه بلال، لو شفنا اللقطه دي بعد ما دخل فيه الهدف، اول حاجه عملها الكوره والله عمال يشجع فريقه ويصرخ على فريقه، يا ريت لو معانا اللقطه دي نجيبها. بص شايف اللقطه دي؟ طبعا بص دي يا كابتن، دي بقى زي ما احنا اشادنا بلجنه الحكام، وقصدي بالحكام كابتن حسام عزب حجاج والاثنين لاين زمان محمد فاروق احمد غني، دي مفروض فيها طرد. طيب. يعني النهارده حتى أي احتكاك الحكم او حامل الرايه طبعا لازم النهارده دي يبقى فيها طرد على طول. طبعا لو لمسه اعتقد ممكن يبقى انذار يا سامي، يعني لو لمسه يعني على الاقل انذار، لان الكوره كانت خلاص الحكم صفر، فما فيش اي احتكاك بعد صفاره الحكم، انما هو طبعا يعني حكم كويس طبعا، والطاقم كان كويس، احنا بيه طبعا كويسين كمان بالزبط. الشوط الاولاني كابتن حسام عزب حجاج يعني قدم يا ريت لو معانا اللقطه بتاعه الهدف اللي احرز في النادي الاهلي، نشوف مصطفى عمل ايه بعد الكوره، هيجهزوها دلوقتي وهنتكلم عن التمركز الخاطئ والنواحي الدفاعيه. كان لازم يبقى النادي الاهلي يبقى فيه، هل في عدد زياده في الهجمه المرتده، خاصه ان الكره اتقطعت في نص ملعب المولين وتعاملت هجمه مرتده سريعه. هو ده الهدف يا كابتن حشيش. يعني احنا شايفين 3-3، يبقى اذا في كان في تمركز خاطئ طبعا في اللعبه، لما يبقى انت في حاله دفاعيه و3-3 يبقى في تمركز، لازم يبقى انت عندك الكثافه العدديه او عددك زياده في الهجمه الدفاعيه، على الاقل في واحد زياده للتغطيه في يعني الكرة. بص هنا 3-3 ما ينفعش باي حال من الاحوال، ما ينفعش يبقى 3-3 خالص في الحته اللي قدام دي. لازم يبقى انت عندك زياده، انت خد بالك انت في الغالب بتلعب 4 مدافعين يا كابتن اسامه على 2 راسين حرب او راس حربه، واحد صحيح. من طرفي الملعب او 4 دايما على 3، ما ينفعش يبقى انت بتلعب واحد، ما ينفعش يبقى انت بتسيب نفسك لواحد ضد واحد، يعني ادي واحد انت بتشتغل واحد ضد واحد، 3-3 ده معناه ان انت 1-1. صحيح. صعب جدا يا كابتن، اكيد المهاجم بالخبرات كمان بالسبرنت انت جاي مواجه طبعا المدافع، هتبقى صعبه جدا تتعامل معاه. بيحصل ساعات بقى تكاسل في فوات معينه من الديفندرات مثلا، ما بتكملش مع اللعيب اللي جاي من تحت، وبيبقى اللعيب اللي جاي من تحت صعب قوي على المدافعين
ان هم يمسكوه يعني. علشان نروح دلوقتي لزميلنا شريف شعبان من ارض الملعب، اتفضل يا شريف. وسام لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، بعد انتهاء مباراه النادي الاهلي مع موقن العرب بالتعادل الايجابي 1-1 معي فرويد او مهاجم فريق مارينا العرب ابو النصر حلمي، بقول لك اهلا بك على شاشه قناه الاهلي تحت كابتن اسامه وكابتن حشيش وكابتن بلال لحضرتك. طبعا مبروك نقطه التعادل، نقطه غاليه في ملعب النادي الاهلي، وكمان بتضيع كوره خطيره جدا مصطفى شوبير عمل انقاذ رائع، وانا عرفت انت كمان انت هداف المجموعه وهداف الدوري ب 16 هدف. الحمد لله على التعادل، احنا جايين وبنحترم النادي الاهلي وعارفين ان هم في المركز الاول، فالشوط الاول كان يعني في سوء توفيق وفي لعيبه مخضوضه وكده ان النادي الاهلي في المركز الاول، لكن بين الشوطين الكابتن مجدي مع تعليمات وكده نزلنا ضغط، وكنا احنا الاقرب في الشوط الثاني، كنا احنا اقرب للثلاث نقاط وكده، بس الحمد لله على التعادل يعني، واحنا بنلعبوا نادي كبير وكده، وان شاء الله يكون حلفنا المكسب في الماتشات اللي جايه، ونحاول نقرب من النادي الاهلي عشان فرق النقاط كبير وكده. وبتعليمات الكابتن مجدي يعني بين الشوطين قدرنا ان احنا ننزل الشوط الثاني ونكون افضل من النادي الاهلي. فرحانين بالنقطه؟ اكيد طبعا يعني فرحانين بالنقطه، بس برضو كنا احنا اقرب يعني للمكسب. الكره ازاي حطيت الكره انت بدماغك ونزل جابها مصطفى شوبير؟ انا كنت متاخر، فانا الكره كانت ورايا وكده، فرجعت خطوه فما ركبتش الكره كويس، وما كانش في توفيق معايا النهارده يعني، بس الحمد لله اللي احنا ما خسرناش وكده، وخدنا نقطه من النادي الاهلي وفي ملعبه، ونحاول ان احنا نعوض ونقرب من النادي الاهلي ان شاء الله. توفيق يا اهلا بك كابتن. كابتن اسامه مستمرين معاك، يمكن معانا مصطفى شوبير النهارده من نجوم مصطفى عمل انقاذ رائع جدا النهارده، يمكن كره كانت صعبه جدا ينزل وجابها، ويمكن انقذ الاهلي من هزيمه. مصطفى شوبير بقول لك طبعا هارد لك يعني، بس نقطه كويسه انت النهارده عملت جيم كويس وشايل انقاذ رائع جدا الاول. معلش هنتواصل دلوقتي مع شريف شعبان مراسلنا، فيه بس مشكله في النقل دلوقتي. كابتن حشيش يعني بالرغم من التعادل الايجابي واحنا طبعا معانا شريف، طبعا اتفضل ثلاث نقط بس يعني الحمد لله احسن ما تبقى خساره يعني على الملعب. قول يا مصطفى، يمكن تصدي رائع جدا يمكن في خلاص في نهايه المباراه، والفرويد ركب الكره وحطها وركنها تحت، نزلت جبتها باقتدار شديد مركز لحد اخر دقيقه. هو طبعا هو ده المطلوب منك في النادي الاهلي، ان انت تبقى مركز لحد اخر دقيقه. كوره زي دي مش ممكن تكلفك زي ما بقول لك ثلاث نقط، تكلفك بطوله في نادي زي النادي الاهلي، انت بتلعب في نادي كبير، وفي نفس الوقت برضه عايز اشيد بالمقاولين، عندهم فرقه كويسه بصراحه، فرقه كويسه جدا، منافس قوي، ما هم بعيد عن الترتيب، لكن في الملعب باينوا ان هم فرقه كويسه وعملوا معانا اداء كويس. كابتن عادل قال لكم ايه بعد الماتش؟ ما فيش ولا اي حاجه، بيقول لك خلاص حصل خير الحمد لله. طبعا متضايق جدا من يعني انا هقول من الهزيمه، بالنسبه للنادي الاهلي التعادل هزيمه، فهو طبعا متضايق جدا، بس ولا يعني ولا يهمكم، ركزوا في اللي جاي، عندنا طبعا الماتش اللي جاي قمه الدوري اهلي وزمالك، فان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي. مباراه الزمالك يوم السبت المقبل، الاهلي متعود، جمهور النادي الاهلي متعود على هزيمه اي فريق، وما بالك الزمالك بقى الديربي الخاص، الاهلي قادر على الفوز باذن الله على الزمالك في عقره دوري يوم السبت. طبعا ان شاء الله، انا زي ما بقول لك هي دي شخصيه النادي الاهلي، انت حتى لو لا قدر الله كنت خسرت النهارده، انت الماتش الطبيعي سواء زمالك اي فرقه ثانيه، مع احترامنا لكل المنافسين، انت النادي الاهلي ما بيهمكش حد، المفروض تلعب على المكسب على طول. مصطفى شوبير حارس واعد بيتمرن مع الفريق الاول ما شاء الله، بتقدم مستويات رائعه مع النادي الاهلي، طموحك بقى الفتره المقبله؟ طبعا طموحي ان انا ادخل مع الفريق الاول اكتر يعني، الحمد لله بصفه اساسيه على طول معاهم، ان شاء الله الفتره اللي جايه يكون لي نصيب ان انا اخش ماتشات، وان شاء الله ليه الواحد طموحه ما يبقاش يعني كبير ان هو يلعب دايما، ما تخليش فيه لسبب موقع حاجه يعني، احلم على طول زي ما انت عايز، وان شاء الله ربنا هيكرمك طول ما انت عايز. ربنا يكرمك ان شاء الله. شكرا كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا مع مهاجم مارينا العرب وطبعا ونجم مصطفى شوبير، عوده ليك من جديد، اتفضل يا كابتن اسامه. بنشكر زميلنا شريف شعبان على التغطيه المميزه. بنقول لشباب الاهلي طبعا التعادل بيعتبر خساره، لكن ده التعادل الثاني في مشوار 16 مباراه من اول بطوله الدوري، التعادل الثاني للنادي الاهلي ولا خساره، النادي الاهلي رفع رصيده للنقطه 44 وما زال في المركز الاول بفارق كبير عن صاحب المركز الثاني. كابتن حشيش عايز اخدك بقى يعني قول لي ابرز اللعيبه اللي لفت نظرك في لقاء الاهلي والمقاولين. والله معظم طبعا اللعيبه لعيبه محترمه، عجبني طبعا عمار، عجبني صبحي، مصطفى صبحي مصطفى صبحي، نصير مع مصطفى عزيز، يعني
يوسف علاء كمان من اللعيبه طبعا المحترمه والكويسين. خلي بالك يوسف علاء محمد عبد المنعم، يوسف علاء كان بقاله شهرين بعيد عن التمرينات بسبب ان هو كان يعني جاله فيروس. لعب المباراه اللي فاتت 15 دقيقه، والنهارده الكابتن عادل يعني ابتدى بيه من يعني بالرغم من غيابه فتره طويله. طيب انت اضفت لي معلومه، يعني هو طبعا بالمستوى اللي ظهر بيه النهارده بعد رجوعه من المرض او الاصابه فظهر بمستوى كويس. يعني بصراحه يعني معظم اللعيبه مستواها يعني واعده، مستواها يؤهلها ان شاء الله انها تبقى موجوده في الفريق الاول. كذلك في المقاولين العرب في لعيبه طبعا كويسه، شفنا طبعا يوسف الجوهر اللي جاب الاحرز الهدف. لعيب كويس يوسف الجوهر. في لعيبه كويسه الحقيقه في كتير في المقاولين. عجبني الباك شمال برغم ان هو خرج لان كان عليه ده. طب معانا الملعب دلوقتي، اتفضل يا شريف، اتفضل اتفضل. مع المدير الفني للنادي الاهلي كابتن عادل عبد الرحمن، بقول لك مش عارف اقول لك هارد لك، انا طبعا انت مش راضي عن التعادل، واتكلمت عن لعيبتك بعد الماتش وقلت لهم خلاص نركز بقى في الماتش اللي جاي وخلاص نقطتين وفي صفحه جديده وكل هدوء. كابتن عادل حضرتك مدرب كبير والقادم افضل للاهلي. لا شوف، هو انا ببص على الاداء بس. احنا ادائنا الشوط الثاني في كان في اجهاد كبير قوي لانه بعض اللعيبه بيلعبوا في مباريات اخرى كمان وهم صغيرين يعني في السن وكده، فسفر ورجعنا وبعدين لعبنا سبت وثلاث وسبت قبله يعني سبت ثلاث سبت، فده وضع طبيعي. احنا والمقاولين كمان كانوا عندهم برضو حتة الإيجاد، ولكن في الآخر أقدر أقول لك أنه تنفيذ للعيبة في وسط الملعب ما كانش بصورة جيدة، وإحنا هنتكلم فيها. وبعدين دايما أنا زي ما اتكلمت ما ببصش على النتائج، يعني ما إحنا متصدرين الفرق بيننا وبين التاني 11 بونت يعني. اتغلب النهاردة؟ اتغلب الفرق 11 بونت يعني الفرق كبير، ولكن أنا مش ببص على النتائج خالص، أنا ببص على إزاي إن أنا أعمل لعب كويس، اللاعب يستحمل. يمكن أنا في أخطاء النهاردة شفتها لا تصلح إنه تبقى متواجدة في اللعيب الكبير يعني لعيب النادي الأهلي، هنشتغل عليها. ودايما لما الأخطاء يمكن إحنا من عادتنا بنعمل إيه؟ إحنا خلاص بنقطعلهم المباراة اللي اتلعبت، وبعدين هنتكلم في محاضره يوم يعني بكره ياخدوا اجازه ويريحوا عشان المباراه الثانيه السبت، بعدين نديهم المحاضره نشوف اخطائنا ونفرجهم اخطائهم يعني، وبعدين نصلح. احنا يعني الوقت ده احنا عاوزين نصلح اخطاء عشان لما يطلعوا فوق يبقوا خاليين ان شاء الله من الاخطاء يعني. عندك غيابات النهارده كتير جدا، راجع لك يوسف علاء يمكن اخد وقت صغير المباراه اللي فاتت، النهارده بتدي لهم مساحه اكبر شويه من الوقت، ولكن لسه برده متاثر باصابته نوعا ما. يعني الاصابات بتفرق والغيابات بتفرق معاك برضه. اكيد عندي لعيبه كتير غايبه، عندي فخري من اول المباراه خد له كدمه جامده وما كانش قادر، ولكن فضلت ان اجري عشان هي كدمه. عندي هشام شعبان فرود متميز، احمد ياسر فرق معايا كتير النهارده ان هو الفرود هو الاساسي بتاعي بقاله فتره طويله، كان واخد ثلاث انذارات، ولكن ان شاء الله المباراه الجايه يكون متواجد. لكن في الاخر انه مهما الاصابات، احنا بنعمل لاعبين للنادي الاهلي، بنعمل مجموعه لعيبه كبيره مش بنعمل مجموعه قليله، يعني عاوزين نعمل اربع خمس ست لعيبه يصلحوا في الوقت الحالي ان هم يلعبوا النادي الاهلي. يمكن شفنا النهارده في اداء لعيبه كويسه او متميزه، الشوط الاولاني عملوها كويس، الشوط الثاني بس الحته بتاعه الاجهاد والحته ان اللي دخل فينا الجون يعني في فتره انا المفترض ان احنا نكون راكبين المباراه بلغه الكره، لكن ان شاء الله نشتغل عليها، والاخطاء بنشوفها احنا بنشتغل على الاخطاء ان شاء الله. سامح حسني بيقول لك بيتمنى لك التوفيق باذن الله مباراه قادمه قدام الزمالك ونكسب باذن الله. ان شاء الله طبعا نشد حنا وربنا يسهل، وبنشكر الكابتن اسامه، بنشكر الكابتن حشيش والكابتن بلال، وبنشكركم على ادائكم المتميز. شكرا مع السلامه. كابتن اسامه، دي كانت لقاءاتنا مع نجم من نجوم النادي الاهلي طبعا المدير الفني الخلوق كابتن عادل عبد الرحمن، وعوده ليك من جديد، اتفضل يا كابتن اسامه. شكرا زميلنا الشريف شعبان على التغطيه الممتازه، دايما يعني شريف بيقدم لنا دايما الاخبار الحصريه من ملعب المباراه. كابتن حشيش، كابتن عادل عبد الرحمن عنده المباراة اللي جاية إن شاء الله يوم السبت أهلي وزمالك، مباراة مهمة جدا. طبعا هو في ثلاث أيام يعني في أسبوع لعب حوالي ثلاث ماتشات، النهاردة السبت الجاي إن شاء الله عنده وقت من الراحة. هيكون في عودة طبعا أحمد ياسر ريان ثلاث إنذارات، عودة عربي بدر، اللعيبة المصابة ترجع إن شاء الله. الأفضل بقى مباراة أهلي وزمالك تكون مباراة في نادي الزمالك وتبقى مباراة العودة في النادي الأهلي، ولا الماتش ده والماتشين يكونوا في ملعب محايد؟
بص، هو طبعا قبل ما اجاوب على السؤال ده، الكابتن عادل رد على التساؤل بتاعنا بسبب هبوط المستوى الغريب في الشوط الثاني. الشوط الثاني قال لك الاجهاد، اجهاد بعض اللعيبه فعلا. ثلاث مباريات ورا بعض عامله اجهاد ببعض اللعيبه، غيابات كثيره عنده، هم دول اللي ممكن يكونوا اثروا. تمام. وركز على الكلام اللي هو برضو كان بيقوله قبل المباراه، هو القصه مش بطوله او مكسب، هي القصه تجهيز اللعيبه للفريق الاول. وده كان باين بصراحه في مجمل المباراه ان هو بيحفظ اللعيبه الجمل او الطريقه اللي ممكن يقابلها في لما يطلعوا ان شاء الله الفرق الكبيره. النهارده رب ضرة النافعه ان انت بتتعادل النهارده قبل مباراه قويه، وان كان المنافس الزمالك ما بقاش منافس لانه في ترتيبه التاسع، انما هي المنافسه التقليديه بين طبعا الاهلي والزمالك، فرصه تصحيح الاخطاء. تعرف اللعيبه الصغيره برده ما عندهاش الخبرات، ممكن لما يكون جاي من مكسب 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 يقابل برده يكون في حته من الثقه الزايده بالنفس ممكن تاثر عليه، وبيقابل الزمالك في حالته وترتيبه اللي هو التاسع ممكن تاثر على ادائه في المباراه. انما هو بس خلي بالك يا كابتن حشيش، بالرغم برده من ترتيب الجدول، الاهلي في المركز الاول بفارق كبير عن حتى الزمالك اللي في المركز العاشر او المركز ال11، لكن دايما مباراه الشباب عندك الاولويه انك بتنزل ثلاثه من الفريق الاول. فاحنا نشوفها ان شاء الله، هتبقى مباراه قويه، وان شاء الله هيبقى برضو يعني من خلال قناه الاهلي ومن خلال برنامج الاشبال هنبقى نديها مساحه كبيره برضو المباراه دي. هي دي طبعا مهمه جدا، انه عوده بعض اللعيبه اللي عندهم زي احمد ياسر عنده ثلاث انذارات، هيستعين طبعا ببعض اللعيبه. طبعا عربي ده من اللعيبه المميزه، وعربي بدر ده 2001. تمام. بس الحقيقه من اللعيبه المميزه، كل اللعيبه اللي هترجع ماتش الزمالك مع تصحيح الاخطاء، لان اكيد الكابتن عادل خلال الاسبوع ده مش هيهتم باللياقه البدنيه اكتر ما يهتم بتصحيح الاخطاء وتجهيزهم النفسي بقى لمباراه الزمالك. طيب كابتن بلال، السنه اللي فاتت كانت مباراه اهلي وزمالك تقام على ملعب محايد، ملعب الاستاد الفرعي او الملعب الفرعي لاستاد القاهره او ملعب السويس. الافضل السنه دي برضو تقام المباراه على ملعب محايد، ولا تبقى الماتشين مباراه في الزمالك ومباراه في ملعب الاهلي؟ بص انا بشوف يعني منعا للازمات، يعني فاهم قصدي؟ تمام. ان المباراه تقام على ملعب محايد، ملعب محايد. احنا كمان واحنا في الناشئين يمكن وكانت الدنيا احسن من كده، بافضل من كده، مستقره عن كده بكتير جدا، وكنا برضو بنلعب في ملعب محايد. يا اما كنا بنلعب في استاد دينا، تمام، يا اما كنا بنلعب في استاد اسكو، يا اما في الكليه الحربيه، يعني تمام. في اماكن كتيره تقدر ان هي تستوعب او تلعب عليها المباراه يعني. فانا شايف ان مباراه زي كده ما بين الاهلي والزمالك برضو مهما كانت حتى لو في قطاع ناشئين، فالمباراه برضو ليها قيمتها وليها حساسياتها، تمام، وليها اهميتها بشكل كبير جدا كمان عند الجمهور. ممكن تلاقي جمهور يحضر المباراه دي يا كابتن، جمهور كبير لو فتحت طبعا. لو فتحت وعملت دعايه كويسه ممكن تلاقي جمهور كبير بيحضر. فانا شايف ان من الافضل ان المباراه تتعمل على ملعب محايد من الفرقتين، سواء اذا كانت مباراه الذهاب او مباراه العوده للاهلي او الزمالك، مش هتفرق كتير جدا. لكن زيها تتعامل كانها مباراه فريق اول بالظبط، زي ما كنا بنعتاد في الناشئين نلعب عليها، لان يعني الكلام ده هيخفف ضغط كبير جدا على الامن، هيخفف ضغط كبير جدا على اللعيبه. بتلعب في ملعب محايد يا كابتن، ما عندكش مشكله، ما عندكش ازمه مع اعضاء النادي، ما عندكش ازمه الناحيه الثانيه مع الجمهور. في ناحيه كمان يا اسامه، في ناحيه فنيه، عشان انا برضو في يعني الملعب يعني شايفين ارضيه ملعب النادي الاهلي من طبعا كتر الماتشات على الملعب متاثر جامد، النجيله بتاع الملعب كذلك ملعب نادي الزمالك. بصراحه الزمالك من الزمالك كابتن عندهم ما اعرفش هيلعبوا على الملعب كبير ولا لا، بس بيلعبوا نجيل صناعي تقريبا. الملعب في نادي الزمالك نجيل صناعي. نجيل صناعي. فدي من الناحيه الفنيه كمان. ملعب الفرع بتاع استاد القاهره الحقيقه تحفه. فدي برضو يعني الاداء بتاع الفرقتين، ونستمتع بمباراه كويسه يعني. كابتن حشيش شرفتنا ونورتنا النهارده. شكرا، شاكر جدا. كابتن بلال شرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا كابتن اسامه، تسلم. بشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي تابعتنا عبر شاشه قناه النادي الاهلي، والنهارده كان عندنا ملعب الاشبال. ان شاء الله هنكون مستمرين معاكم في نقل مباريات اخرى، فريق 97 لفريق 99 وفريق 2001. لسه التغطيه مستمره على شاشه قناه النادي الاهلي، ولكن المره دي للفريق الاول عن طريق زميلي عبد الحميد حسن وضيوف الكرام الكابتن عادل طعيمه، كابتن ماهر امام، والكابتن شريف عبد المنعم. نتمنى ان شاء الله التوفيق النهارده للنادي الاهلي في مباراته امام الداخليه. شكرا والى اللقاء.